الفلوس بتاعي 500 قطعة. عمري الايج بتاعي من هنا مال كاسيتس والهايت بتاعي طولي يشبحوا الريفرنس اللي هو بريدكتيف فاليو اللي زي اللي المفروض بلاش يطلع. فجو واحد في بريطانيا طلع 700 لتر تمام، يبوا يشبحوا 500 تقسيم 700 قداش؟ انا طلعت 500 لكن هو طلع وكأن ستاندر النورمال 700 المفروض اللي انت في طولك وفي عمرك نفس نقطة الفيجيون بالضبط تمام. ربي يقص ماشيني 500 توا على قداش على 700 يطلع لك نسبة لما تضربها في مين؟ يطلع لك قداش انت بريدكتيف تمام. فيقول لك ان هنا بيك اكسبيراتوري فلو ريت النورمال بتاعها 80% نفس ال نورمال 80% من اللي المفروض اوف بريدكتيف فاليو اوف بريدكتيف من اللي انت المفروض تطلعها ريجاردنج الايش والهايت والسكس بتاعك تمام. اولا الميزه على الجهاز هذا على الجهاز الكبير ان هذا اوبتر تشيب تمام. ممكن يتوفر في المستشفيات ويرعى للبيشن يستخدم للمولدنج اوف ذا ديزيز تمام. كلكم واخدين اطفال صح؟ دايما اقول لكم حاجه، انتم تعرفوا مرض برونكيال ازمه، حتى مش واخد بالك سمعت برونكيال ازمه الفرد هذه وحساسيه الصدر. ايش معنى حساسيه؟ ايش معنى انك واحد حساس؟ حساس هذا ترجمته حرفيا الحساسيه ان واحد الرياكشن بتاعه لفعل معين يكون اوفر اكثر من اكثر من رده الفعل الطبيعيه تمام. يعني مثلا واحد ناداك وقال لك انت دكتور جاي في المستشفى انت قال لك يا سيف واحد عادي ففي دكاتره يتقفلوها عادي من حساب يعني كانه فرد واحد ثاني يتكبر ويكبرها الموضوع هذا هايبر سنسيتيفيتي هذا اوفر. نعطيك مثال ريجاردنج ستودنت مثلا طلب يقول لهم اجلنا الامتحان او قدمنا الامتحان طالب معين شنو يدير؟ الرياكشن الطبيعي انه هو يفكر شويه ويدعمز يدير مانجمنت للموضوع. واحد ثاني يهول الموضوع ويبدا يكتب في الفيس ويمشي معاه في الكليه ويسكر الكليه ويفتح الكليه ويدير مشاكل هذا اوفر هذا هايبر سنسيتيفيتي. في ميل حتى هم يشبحوا منظر معين تلقاه شيء فار يخطم قدامها بس على بعد 3 كيلومتر هايبر سنسيتيف اوفر رياكشن. فالناس هم يا جماعه الازمه الاوفر رياكشن مش في رده افعالهم لا في البرونكاي بتاعهم. لما الغبره تخش في صدرهم او غيره يديروا شنو؟ سيفير برونكوسبازم مش زيكم انتم الطبيعيين يديروا سلايد مش ما تاثرش حتى فيكم تمام. شنو تبي توصل توا اللي يقول كلمه بس؟ ان في البرونكيال ازمه البرونكوسبازم هتاخذوها توا معاي في الليل اكثر من النهار. في النهار تلقى البرونكو شويه برونكا شويه دايليتد تمام متوسع. علاش يا زعما علاش؟ قال لك لان احنا في النهار في سببين في سبب تو بقوله. في النهار عندنا الكورتيزون ليفل عالي شوي في النهار. في الليل الكورتيزون يبقى شنو يصير له؟ ينقص اصلا السكريشن مع الساعه 12 اي ام تمام ميد نايت يبدا سلايتلي اور ستوب كومبليتلي عند بعض الناس. فيبدا في دم الكورتيزون شنو يصير له؟ ينقص. الكورتيزون شنو معروف عليه؟ انتي شنو؟ انتي انفلامتري وانتي الرجي تمام بالظبط. فهذا الدكاتره لما ينقص دم الاندوجينس كورتيزون الداخلي يبدا برونكوس بازم اقوى، ما عادش في حاجه توقف الانفلاميشن اللي ممكن يصير الداخل تمام. بلس التفسير الثاني اللي حتى قايلين في الكليه وتلقوه في التيتوريال موجود في المستشفيات ان احنا لما نرضع المخاد المخاد فيهم حاجه اسمها درماتوفوبويدز تمام. الدرماتوفوبويدز هذه اللي توهم تكلموا عليها يستنشقها البيشنت وهو راقد اثناء السليم في الليل فيصير سيفير برونكوس بازم. الحاصل من القصه اللي ندري فيها ان في برونكيال ازمه الاير واي في الصبح مش زي في الليل. في الصبح اوسع في الليل شنو؟ اضيق. هي لازم تصبكم كلكم هذا. في الصبح البرونكيال ازمه واسع الاير واي في الليل خيره اضيق. معناها في فاريابيلتي ولا؟ شنو هي الفاريابيلتي هذه؟ ما بين النهار وما بين الليل. في فاريشن تمام. فلو جبت الماوث بيس هذا بكره افق لي الصبح هيطلع 700 يجي في الليل هيطلع 700 ولا اقل؟ اقل لان الاير واي شو صار لهم؟ نورمال تمام. الفاريابيلتي عاد ما بين الصبح والليل هذه مش موجوده الا في درس واحد في الريسبيراتوري هو البرونكيال ازما. علاش؟ لان البرونكيال ازما المرض هذا لازم كلكم تعرفوا انه هو ريفيرسيبل. الكل مقعمس لازم يعرف انه هو خيره ريفيرسيبل. يعني تجي سبازم وترخي. تشيل اتاك وترخي، الله اعلم عاد انت بترخي. يا ترخي سبونتينوس يا اما باي ميديكيشن تمام دكاتره. لكن في امراض ثانيه في الريسبيراتوري الاير واي ناروينج فيكسد يقعد ديما ناروينج معاش يستاسع تمام وبروجريسيف زي حاله سي او بي دي. معناها مش هتلقى فاريابيلتي زي الصبح زي في الليل تمام. معناها البيك الاكسبيراتوري فلو ريت
يستخدم كمونيتورينج افضل في البرونكيال ازما ولا السي او بي دي؟ برونكيال ازما اصلا اول ديزيز اللي هو يستخدم از مونيتورينج جهاز هو المرض الوحيد اللي هو برونكيال ازما. تمام، حبيت بس لكن اتكلم عليه تو في برونكيال ازما بالتفصيل. الجهاز هذا عباره عن شيء اللي خاش توا، عباره عن بيسك تيوب بيكي بلاستيك وفيه ماوث بيس تنفخ يطلع لك الداش اير طلع ذا موست فوليوسيتي اوف اكسبيريشن الداش في الفيديو تطلع هنا يسمى فيه بيكت توب اكسبيراتوري فلو ريت. تمام، يطلع لك الداش النسبه بتاعها المفروض نورمال 80% او بريدكتيف فاليو. يعني انت طلعت 400 لتر في غيرك نفس عمرك ونفس الجنس بتاعك ونفس الهايت بتاعك طلع 700، انت طلعت 500 مثلا. تمام، انت 500 هذه قديش تمثل من 700؟ لو تمثل 80% فهي طبيعيه. تمام، دكاتره لو اقل فانت ناقص ديك الاكسبيرتي فلوريت. تمام، فهنا الاكسبكتد فاليو بتاع ديك الاكسبيرتي فلوريت فهمناه هذا استخداماته في المونترنج للازمه وهنستخدمه للدايجنوزس اوف ازمه. مونترنج اوف برونكيال ازمه لما يجيبوها لكم في الامتحان هذا مونترنج للسي او بي دي يقول غلط، مونترنج برونكيكتس يقول غلط. تمام، هذا مونترنج للازمه لما يحسب في الفاريابيلتي حتى بين الصبح والليل ودوكم ما فيهم شني فاريابيلتي. حتى لو درت السي او بي دي تلقاه زي القراءه بتاع الصبح زي القراءه بتاع الليل. تمام، هنجي نشرح منهم استخدموها في الدايجنوزس اوف برونكيال ازما. تمام دكاتره، لكن هذا مش هيجيبوه كداتا، مش هيحطوه كداتا، لكن اللي اخذناه المحاضره اللي فاتت اللي هي البرمجه فانكشن تست التانيات هم الاساسيات كداتا. باهي هذا بنحطه احنا تو، هذا الاساسيات اسم المحاضره اللي فاتت ما قلتش المعلومه هذه حبيت نقولها تو. اخش تو في موضوع او درس دروس الاوبستراكتيف ايرواي ديزيز. دروس الاوبستراكتيف ايرواي ديزيز طبعا انت بتقول لي كيف ما خدناش هيستوري بتاع الريسبيراتوري سيستم سيمبتومولوجي والساينز كاكزامينيشن، مش هنذكروا طبعا نفهموها كويس الا ما ناخذوا درس درسين كبار بتاع الريسبيراتوري هو زي البرونكيال ازما والسي او بي دي. بعد هيك هنبدا شنو؟ تدريجيا ناخذ الهيستوري ستيب باي ستيب. هنتكلموا عن مرض اليوم اسمه برونكيال ازما. هذا واحد من الامراض بتعملوا ريستركتيف ولا ريستركتيف؟ هذا اير واي ديزيز ولا؟ شوف بالله الدكاتره هي مش تعالي ولا انني معالي على حد ولا نزايد على حد ولا شيء. لو انت ركزت معي تو في الدرس بتاع البرونكيال ازما هذا من اهم الدروس في المدرسه كلها، زي الهارت فيلير، زي الانيميا، زي الانفلاماتوري باول ديزيز، هذول اربع امراض ما فيش حد فينا ما يقدرش يخش امتحان الا بيهم. تمام، ففي امراض هيك جولد ستاندرد تحطوهم لازم كل شيء تعرف عليها. فالبرونكيال ازما ان شاء الله في المحاضره لو ركزت معي ما في سؤال هيطلع منه هيك باهي، ما في سؤال هيطلع منه، فهنركز على الحاجات المهمه والحاجات اللي اكسترا نقول لك الاكسترا وهذه المهمه ولي بها. تمام، فحتى في اسئله في الهيستوري لانه فيري كومن في اللونج كيس جي هذه. تمام، اسئله في الهيستوري معينه كلكم حافظين اسئله هل فات تقعدوا تسموا فاتت 12 دقيقه وانت مازال ما سالتش على الاسئله اللي الدكتور قاعد يستنى يسمعها منك. فالبرونكيال ازما شو المفروض نغطوا؟ اول حاجه لازم نغطوا الديفينيشن بتاعها تعريف، وبعدين شويه ايبيديميولوجي هيك ام سي كيو وباتوفيسيولوجي وريسك فاكتور كلاسيفيكيشن بتاع الازمة تقسيمتها. المفروض هنا نعرف بعض على الكلينيكال بيكتشرز از سيمبتومز والساين في البرزنتيشن اللي جينا بها المستشفى، هاو وي كان دايجنوزس ازمة ونديروا انفستيشن فور دايجنوزس، هاو وي كان تريت ازمة كيف نقدر نعالجها الازمة ممكن ازمة، هل هي تريتد ولا لا؟ هل هي كيورد ولا لا؟ تمام. الديفينيشن اول حاجه كديفينيشن لازم نعرف الازمه ثيوريتيكالي از كرونيك انفلاماتوري اير واي ديزيز، هذه اول كلمه لازم تعرفها. هو عباره عن انفلاميشن كرونيك مش اكيوت، هو كرونيك انفلاميشن مستمر على مدى سنين طويله في الاير واي. فهو كرونيك انفلاماتوري اير واي ديزيز. فاصل يتميز بشيء كاركترايز بشيء هذا كاركترايز باي هايبر ري اكتيفيتي كاركترايز باي هايبر ريسبونسيفنس الريسبونسيفنس بتاع الاير واي هايبر نفسها هايبر ري اكتيفيتي لو جابوها في ام سي كيو هايبر اكتيف ردة فعلها قوية هلبة الاير واي بتاعها ما ليشيني تو ذا فاريتي اوف ستيميلاي تو فاريتي of
external stimulation. Lead to the reaction اللي صار هذا يعني خشيت السيمولاي أدت إلى سيفير شني هايبر ريسبونسفنس دارت رياكشن قوية وتؤدي على مدى طويل شني كرونيك انفلاميشن في الإيروي هذا كله بيؤدي lead to end result بتاعها to the reversible شوفها كلمة reversible narrowing مقروش obstruction كامل narrowing in lower airway. التعريف هنا هو أهم شيء في الدرس ما يعلاش لأن فيه البرامترز من خلالها لو توفر كل نقطة في الديفينيشن أنت شخصت الأزمة أنت شخصت برانك الأزمة لما جيك حالة السيمتومز يعني نقولهم بالترايات كف ديزني ويز كف ديزني ويز لازم أنت تحط دي عندك مليون مرة ديريك لكن مش كلهم ريفرسبل أزمة ريفرسبل مش كلهم عندهم هايبر ريسبونسفنس ستيمولاي معينة فهنا هايبر رياكتيفيتي لو عرضتها شوية لهيستامين ولا ميتابوليت هيدير سيفير برونكو سبازم سي او بي دي ما يديرهاش تمام كل مش كلهم يكونوا عندهم في فاريابيلتي ستيمولاي وعندهم لور ايرواي هذا مش ابر ايرواي معناها واحدة ما دام عندهم لور ايرواي صار لهم ضرب معناها البيشت هذا نلقى عنده سترايدر ولا ويز ممتاز هذا دكاترة ما دام اللور ايرواي هي تتأثر برونكاي هنا والبرونكيوز تدير في سبازم معناها البيشنت هذا هيبدا يصفر صدره امتى في الاكسبيريشن في الاول في بدايه المرض ولما نقول المرض مور سيفير تقول لي حتى في الانسبيريشن شوفوا عاد نيفر ايفر في ويز في الانسبيريشن وما فيش في الاكسبيريشن هذه ولد سقط عليها سقط دكتور احمد بلوز كل سنه هو دكتور يقول فيها سقط على شنو قال له عنده رونكاي انسبيريتوري البيشنت قال له بقى اكسبيريتوري ما عندهاش رونك قال له لا ما عندهاش قال له كيف في البرونكيال ازمة ما فيش حاجة اسمها انسبيراتوري رونكاي وداوت اكسبيراتوري رونكاي ما دام في انسبيراتوري لابد يكون في اكسبيراتوري رونكاي لان الويز او الرونكاي هي نفسها كلمة ويز بالودن بس تسمعها رونكاي بالسماعة تمام هي التصفير هو التصفير يبدا اصلا كباثولوجي يبدا ديورينج اكسبيريشن يبان احسن ديورينج اكسبيريشن يا ترى مين يفسر لي علاش علاش الرونكاي او الويز يبان في الاكسبيريشن؟ ممتاز لان اللور ايرواي اصلا نورمالي في الباثولوجي هنا في الباثولوجي باثولوجيكال يصير نورمينج باي برونكوسبازم وسكريشن زي ما هتشوف توا بلس ان فيسيولوجيكال اللور ايرواي يصير نورمينج اكثر ديورينج اكسبيريشن فاكثر وقت يكون اللور ايرواي فيه مضيق ديورينج اكسبيريشن الويز يبان اسرع او احسن ديورينج اكسبيريشن لو بان حتى ديورينج اكسبيريشن هذا ما دل الا على السيفيلتي فاي بني ادم يجيك برونكيال ازمة عنده انسبيراتوري ويز او رونكاي معنى ذلك انه هو مور سيفير تمام لان هذا هذه النقطه مهمه جدا 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 للدكاتره بتبقى تغلطي فيها في الامتحان اوكي سواء كلينيك ولا بيبر لا طبعا هذا كديفينيشن لازم انا تكتبه قدام اهم نقطه في الديفينيشن مش ما تنساش انك انت حتى في الهيستوري يوم اللونج كيس لازم تثبت لي انه هو عنده هايبر رياكتيفيتي لانتيجينز مختلفه اكسترنال ستيمولاي فاريتي مختلفات اكسترنال ستيمولاي زي شنو لازم تسال على الدخول هل يزيد لك الزوار؟ يزيد لك في حيوانات ولا تسكن في الحوازه ولا لا؟ هل في دواء معين يزودها لك ولا لا؟ خدمتك تزودها لك ولا لا؟ التريجرد فاكتور اوف هازما لازم ينسالوا عليهم لان هذا الاكسترنال ستيمولاي هم اللي يديروا في برونكوسبازم ويديروا في الانفلاميشن هي تمام؟ هذا بالنسبه لشني؟ للديفينيشن بس. تعالوا عادي لو نتكلموا على الابيديميولوجي زعما الازمة دكاتره وين تصير؟ في الصغار في الكبار في الفيميل في الميل ما نعرفش وين تصير يعني. قال لك والله the most common age group affected the child. The children الدكاترة هو the most common age group يبدأ به الأزمة، لكن هذا مش معناه إنه مش ممكن تبدأ وين؟ في الأدلت. وكأني بنقول في حاجة اسمها adult onset أزمة برونكيال أزمة وفي childhood onset برونكيال أزمة تمام؟ داهي. The childhood برونكيال أزمة هي هتلقاها slight more common في boys than girls. كسكس يعني ديستريبيوشن بينما هي في الأرض تلقاها مور سلايتلي كومن وين؟ في الفيميل أكثر من الميل تمام؟ معناها في الصغار يختلف المرض هذا يسمى باي مودل ديستريبيوشن شو معناها باي مودل ديستريبيوشن؟ معناها يطلع تو ايج جروب يطلع ممكن في الصغار كان ما جاكش وانت صغير مش معناها مش يجيك وانت أدلت ممكن يبدا معاك وانت أدلت لكن الميكانيزم اللي يبدا بها الأزمة هنا غير في التشايلد هو زمان نحكي قصة توا لكن غير خلينا نكمل الابيديميولوجي في السمر والبيض أكثر بلاك بيبل كون اكتر تمام دكاترة فتو لما تجي تشبح كانسيدنس يقول ازمة انكريزنج ناو دايز اصلا في الانسيدنس بصفة عامة في العالم جد تزيد حتى هذه جملة في السكيو جابوا فيها ديفيدسون كاتب الكلام اهو كاتب ان برونكي ازمة التشخيص بتاعها تزايد لما تخاف وهذه اكيد لها علاقة بالهيجين بتاع
او لها علاقه بحاجه ثانيه اللي هم المعنبات او هم حاجات ثانيه صايره او جينيتك ميوتيشن صايره معينه الله اعلم لحد الان شنو هي. لكن كانسل انسوفازما تزيد ما تنقصش. هو عكس ماذا البيبتيك ألسر. البيبتيك ألسر ديزيز في الجي اي تي خيرها بدا ينقص. علاش؟ لان في تريتمنت بدا اسمها اريديكيشن ثيرابي ناجح بدا ينقص في الهليكوباكتر بايلوري اللي هي السبب الاول في البيبتيك ألسر ديزيز. لكن برونكال ازمه احنا انا عنده اعراض لكن ما عندناش علاج ديفرنت كيور. فالمرض هذا يزيد ولا ينقص توا؟ يزيد في عدد الحالات كل يوم تزيد كل يوم تزيد تمام. باهي لما جيت تكلمت على السكس وتكلمت على الايج جروب اللي يبدا فيهم والريس بتاعهم هل هم وايت ولا بلاك اكثر. باهي توا لما نجي نسال يسالني الدكتور مره في الاسئله ام سي كيو سؤال كاتب برونكال ازمه از مور كومن امونج تشيلدرن صح ولا لا؟ صح تصدقوا دكاترة 70-70% من الحالات تلقاها تشايلد هود اوست اللي اقل من هي الادلت اوست برونكال ازمة تمام. بيتو عاد نحكي قصة تركزوا فيها شوي. القصة هذه هنا راهو ارتجالية دايرها مش انت تثبت معايا ريسك فاكتورز بالقصة كلها على بعض. هندفع على النوع الأول اللي هو لما يبدا في الصغار. بيبي مولود من أب وأم موستلي أقربائهم لما تزوجوا هما وشافوا الولد هو صار ميوتيشن كروموزوم رقم 11 تركيبة البيبي بتاعها كروموزوم ما هو 11. الميوتيشن هذا دكاترة صارت في كروموزوم 11 دارت جين اب نورمال جين يسموا فيه اتوبيك جين. شو اسمه؟ معناها في جين اتوبي في جين خاص فهي جيناتك ميوتيشن صايرة في كروموزوم معين تمام عند الأب والأم تمام. الولد مانيش دم دم بأنه هو هذا أبوه هذا أمه تمام. أنا من برا جاي من بوه وامه تمام اكسترنال تمام اكسترنسك تمام صار ميوتيشن ده لاتوبي. تلقى العيله هذه تمام عندهم اصلا او خوته ما عندهم حساسيه عيون حساسيه اتوبيك اللي هم الاتوبي شنو هو هايبر سنسيتيفيتي اما تايب الاربعه واحد منهم اما واحد تايب 1 تمام اللي هو ريسبونسبل لي عباره عن انتيجين انتي بودي رياكشن. اما الانتي بودي مسؤول عن الحساسيه والبارازايت انفكشن ار جي اي هذا هو المسؤول عن الحساسيه والالرجي. فشوفوا عاد هو مش متكون عند الاي جي اي، الولد هذا متصير عنده اتوبيك جين بس. فهو بريديسبوزيشن عنده انه هو تطلع له حساسيه، تمام؟ مشى الولد هو عايش سنه سنتين خلاص، بدا ماشي، تعرض لغبره. انا وياه تعرضنا، لكن انا ما عنديش الجين هو عنده. تو احنا صرنا اكسبوجر لانتيجين خارجي، صح ولا لا؟ انا صار لي سلايت برونكوس باسم ما حسيتش ما كحيت ولا شيء قلت حيت الغبره قلت كملت نلعب كوره عادي. لكن هو لا الولد هذا لا لما تعرض الكحه كح اكثر من اللزوم ودش شويه هيك ومشيت منه ما عطتش. الاكسبوجر الاول الفيرست اكسبوجر اللي صار تو الفيرست اكسبوجر اللي صار من اول هو من اول مره صار اكسبوجر تكون عنده كميه مهوله وكبيره جدا من الاي جي اي. انا الطبيعي لما قارنت روحي بيه ما تكونش عندي الانتي بادي. علاش انت الشخص هو كان فيه علاش انت تكونت عندك انتي بادي هبه وانا لا؟ لان انا كان عندي جين ميوتيشن جيناتك سسبتبلتي اتوبيك جين يحفز يخلي التي لنفوسايت تهبل عند هناك وتكون من بي لنفوسايت اكسسيف اماونت وتايتل من الاي جي اي رهيب جدا تمام. يمشي الناس هذول الاي جي اي يمشي يوقف على الماست سيل يبدا واقف يستنى ماست سيل تمام يبدا يستنى في اي انتي جين ثاني يخش. الولد هذا كنا نلعب بكورة لما تعرضنا للغبرة كنا نلعب بكورة انا وياه. ثاني يوم تو هو صرت له كحة بسيطة وعادي. ثاني يوم مشينا لعبنا نفس مباراة ثانية لعبنا كورة ثانية لكن هو تو اكسبوزد ولا اكسبوزد؟ اكسبوزد انتيجين اوريدي هو انتي بادي ومجهز والتايتل بتاعه عالي. في السكند اكسبوجر في المرة الثانية لما تعرض ليه خلاص هو تو تم لما عاد بيخش الانتيجين يبدا الانتي بادي يدير في اكشن وقتي مش مازال بيتصنع من جديد. فهنا السكند اكسبوجر اللي تطلع فيها الاتاك القوية تمام. فيبدا الانتيجين اللي هو انتي اسف انتي بادي هو اول ما يخش الانتيجين اللي هو الدست من برا يطول الانتي بادي هذا يشد الانتيجين ويمشي يديروا رياكشن قويه على الايزينوفيل والماست سيل يديروا له في عمليه اسمها دي جرانيليشن يكسروا السيل وول بتاعها ويطلعوا كل الكيميكال سبستنس اللي في وسط الخليه من داخل هيستامين بريديكاينين سيروتونين سمي تعرف مواد ممكن نسميها فيهم توا وهنقول لك ركز لي بحاجه ولا حاجتين منهم بس. المواد اللي تطلع هذه كلها دي في حاجتين تمام برونكوسبازم وسكريشن لكن سكريشن لوطه مش فوق ما يطلعش السكريشن يقعد في اللور اير واي. فيبدا الريتيشن اللي صار والانفلاميشن اللي صار البرونكوسبازم شو بيدير؟
ماش قاعد يطلع هواء، تبدا اتاك اوف بيرثلسنس ديزني تمام، ويبدا يكحكح تمام، وتبدا الاعراض تطلع لك كلها بسبب شنو؟ الريليز او دي جرانيوليشن اللي صار من وين؟ من ماست سيلز. يا ترى الاتاك تكون اقوى في السكند اكسبوجر ولا الفيرست اكسبوجر؟ لانه اوريدي متجهز وتيله ولا اوف استعداد الاي جي اي بتاعنا تمام. توا معلش يعني الناس هادو هل هتكون الاي جي اي معتره بس في البلد، معتره بس عند البرونكاي، ولا ممكن حتى في السكن؟ حتى في السكن، حتى في العين، حتى في الخشب. فيبدا عندهم الليرجيك كونجنكتيفايتس، الليرجيك ريمايتس، ساينوسايتس، اتوبيك ديرماتايتس، في كل مكان تلقى عندهم اتوبي تمام. فغالبيتهم اسوشيتد مع الاتوبيك تمام، اذر اتوبي مع الازمه. هذه دكاتره جايه من بو هم اسمها اكسترنسك ولا انترنسك؟ اكسترنسك تمام. تبدا في تشيلدرن ولا الادلت؟ نسبتها اكثر من النوع الثاني اللي هو ادلت اونست تمام، نسبتها اكثر. قولوا الحمد لله لها، لان تشايلد هود اونست ازمه 60 70% هذه يوصل من عمر 13 16 17 تختفي منها الحساسيه نهائيا على مدى طول عمره تمام. يبدا ياخذ في الدواء والسلبيتامول، ويبدا ياخذ في الادويه بتاعه لحد ما يوصل تنعش جروب تختفي. فعاده اولا الدواء ريسبوند في الحالات هي فيري ويل ريسبوند تايب. هذا رقم اثنين تلقاها ليمتد، ليمت يعني سبسايدد، ما عادش موجوده اصلا، المرض يختفي ديسابير عندهم في التين ايج جروب ان موست اوف كيسز تمام. بينما توا هذا الولد نبي نسال على امه، معلش امه وابونا متزوجوا داروا شنو؟ جين ميوتيشن عند الولد فما كروموسوم 11. ندوي دكاتره اللي خشين ندوي على الاكسترنسك ازمه تمام، اللي فاتك او حتى في فيديو تقدر تشبحها فيه وهم رجعها من الاول بعدين. فالكروموسوم هنا 11 دار فيه ميوتيشن تمام، في الكروموسوم رقم 11 سموا فيه اتوبيك جين هو. فاصبح عند البيبي هذا اتوبيك جين. خلينا نكتبها هنا اول حاجه، تكون لي شنو؟ هذه اللي بيهم نثبتهم اتوبيك جين في الكروموسوم 11. لو سالك عليها دكتور باهي مختار ولا دكتور علي ولا اي واحد فيه تمام. فالجين يقول لك اتوبيك جين تكون من الاب والام عند البيبي هو. تعرض البيبي للاسف لما لعبت كوره انا وياه تعرض لي اكسترنال داست باهي اللي هو الانتيجين في انفايرمنت معين، في بيئه معينه، هنا صار رياكشن في الاول برايمري رياكشن كون لي انتي بادي اسمها اي جي اي، وعلى التايتل اوف ماست سيل والايزينوفيل ده يعلي فيهم في الجسم. فكون رياكشن الاول كون لي انتي بادي وعلى التايتل او الكاونت بتاع الايزينوفيل والماست سيل اللي هم انفلاماتوري الرجيك سيلز تمام. هذا الدكاتره في السكند اكسبوجر او اي مره ثانيه يصير اكسبوجر تمام لنفس الشيء او حاجه مشابهه لنفس الانتيجين هو مره ثانيه لما يتكون كان انتيجين هو تكون خشطه مره ثانيه حيدير رياكشن قوي تمام. الرياكشن ما تكلمتش عليه في باتو سيلشن داخل شنو بس تفضل توا الرياكشن احنا ما تكلمناش عليه. تعال عاد معلش نرجع معاك لحاجه. توا هذا كله هم نوع هو في الصغار يبدا يكبر لحد ما يوصل تين ايج جروب ممكن يختفي منه. واحسن حاجه فيها من النوع هذا الدكاتره ويل ريسبوند للتريتمنت اللي هنعطيه بعد شوي تمام. لما يكبروا ممكن يختفي منه، فديما طمن الام باهي. تعالوا عاد بنبهكم لحاجه هنا، ان الامراض هي او نوع تشايلد هود اونست ازما الاتوبيك تايب، هذا لما يقسموا فيه في مستشفى وسته يقولوا الازمه اتوبيك تايب اللي هو الموست كومن تايب اللي هو تشايلد هود اللي حكيت عليه توا، وفي نم اتوبيك تايب اللي هو يبدا الادلت. الاتوبيك تايب هما يتميزوا او الريسك فاكتور اللي يديرك يعني شنو الحاجات اللي تخلي الاب والام هما اللي داروا جين ميوتيشن يطلع على الاتاك. انا سيف نتكلم، عندي جين ميوتيشن في كروموزوم 11، عندي اتوبيك جين لكن ما جاتنيش الاتاك في ازمه. لان في ريسك فاكتور انا ما صارتليش، فلحد الان ما طلعتليش الاتاك. ففي ناس يبدا مش كلهم اللي يطلع لهم جين ميوتيشن لابد شرط شنو يكون يطلع لهم برونك الازمه. ما تطلع الاتوبي ثاني بتاع السكن بس تمام، ما تطلع الاتوبي بتاع النوز بس، فعندك الاتوبيك جين انت تمام. لهذا هنا تو لازم نركز معاكم. جد حاله في المستشفى عندها برونكال ازمه فاست لونج كيس، وانت تصل في الهيستوري وعرفتها برونكال ازمه في الفاميلي هيستوري، تقول له عندك حساسيه في العيله، في حد عنده حساسيه في صدره بس، ولا تسال حتى على ادر اتوبي. لازم تسال على ادر اتوبي. مرات في العيله مش لازم يكون عنده برونكال ازمه كله، مرات يكون عنده حتى اتوبيك ديرماتايتس بس، اتوبيك كونجنكتيفايتس بس تمام. فهذه فكره بس انه يقول لك ان البرونكال ازمه مالتي فاكتوريال مش فاكتور واحد. جين ميوتيشن زائد انتيجين اكسبوجر زائد انفايرمنت معينه هتطلع الاتاك في ازمه تمام. فكذا حاجه في بعض. بس هنقول لك ان الام
مضر نعم لها رول مهمة هذا تعرف كيف في حاجات تزود خروج الأزمة أو تطلع الأزمة وفي حاجات تعتبر بروتكشن حتى لو عندي الميوتيشن أنا حتى لو أنا أتوبك تمام شنو هي الحاجات اللي بروتكشن كتبها نفسهم وقايل لنا الكلية وشنو هي الحاجات اللي تزود خروج الأزمة رقم واحد الحاجات اللي تزود الأزمة ألقاها أكثر مع البيبيات السمان الأوبيس بيبي تمام أوبيسيتي رقم اثنين وهذه مهمة سوبر هايجين ثيوري أو هايبوتيسيس النظافة الزايدة رقم ثلاثة الأم لما تبدأ تدخن during pregnancy فالفيتس exposure للسموكينج ها during شنو؟ during intermittent life or infancy في السنة الأولى فالسموكينج بيبي لما يسمينه سموكينج exposure جمال يعد في قصة أم وأب تزوجوا أقارب داروا جين ميوتيشن اللي ولدهم كروموزوم 11 الأم during pregnancy كانت تدخن بعد ما طلع ولدها وبدا في السنة الأولى قاعدة تدخن وهو يشم في الدخان تمام هذا جمع ريسك فاكتور زوز أم تهتم بولدها وتوكل فيه هبة مش يقولوا عليه سمين يكتب كويس فهمتها فتوكل فيه هبة فولا أوبيس بلس إن ديما تنظف فيه النظافة الزايدة هذه الثيوري كاتبها دافيدسون تزود الأوتو نيورو هايبر سنسيتيفيتي علاش عاد شوفوا شين كاتب هنا وكيف أثبتها هنا في الدراسات كيف أثبتوها النظافة الزايدة تزود الحساسية ها معاود فيها النظافة الزايدة تزود الحساسية لما يقول بيبي يلمع كله تمام كله ديما ديتول يلمع وغيره هذه الالرجي كلها خيرها زين لانه مش متعرض لاي انفكشن جهاز المناعي زي ما نقول كعبيط ما عرف شيء في الدنيا يعني تمام دكاتره فتلقوا حتى الشباب في الحياه هو حابسه في الحوش ولد تلقاه شاب عمره 16 17 سنه مش مطلع على الشارع حابسه في الحوش هيجي في يوم من الايامات هذا بيمشي الجامعه وبيطلع الكليه تلقاه طول خش الحرف لانه ما تعرضش للحاجات وما تعلمش حاجات خبره في حياتك قبل تمام ما نزلش الشارع واشبه هذا شيء ندير هذا شيء ندير هذا شيء مصيره كان هذا شيء مصيره كان ما تعرض لشيء حتى جهازنا المناعي يبدا مكسر لما يبدا ما فيش انفكشن يبدا مكسر فاي انتيجين يخش بعد فتره هيكون له هايبر رياكشن يدير رياكشن اقوى من الطبيعي تمام شوفوا شنو كاتب هذا البكتيريا الانفكشن بروتكشن شوف بكتيريا الانفكشن ديورينج تشايلد هود في الانفانسي بيريود في السنه الاولى والسنتين بروتكت اجينست برونكال ازما and hypersensitive reaction تخيل دكتور البكتيريال انفكشن تحمي من حساسيه تمام فهذه انت لما تجيك في اسئله تثبت كيف الانفكشن يحمي ايه هو صح انت تسحبها ضرر لكن هو فايده تمام البيبي هو طول الانفكشن هذا بيطلع منه قلت بكتيريا ولا فايده انا بكتيريا شوف زوز انفكشن يحمي من برونكيال ازما بارازيتيك انفكشن او انفستيشن قولوا وبكتيريال انفكشن اما الفايرال لا يزود الفايرال انفكشن في ديورنج حتى تشايلد هود يزود معناها اللي بيقول الازمه تزيد بانفكشن معين اللي هو منهم فايروس يزود اصلا نسبه حدوثها ويطلع الاتاك لو هي ما زودت العطش زي الانفلونزا فايروس او الريسبيراتوري سينسيتيال فايروس او بارا انفلونزا فايروس تمام بينما البروتكشن زي ما قلنا شنو بكتيريا شنو انفكشن او بارازيتيك انفكشن باي شيء ثاني هي ما نبيش نحطهم هكا زي ما نقول بس حاجه بسيطه في الاول يقول لك البروتكت اللي هما البريست فيدنج بيبي لما ياخذ الملك بتاع البريست بروتكت اجينست الرجي بصفه عامه ويقوي في المناعه تمام فالبريست فيدنج هذا الدكاتره ينقص الالرجي وينقص الاوتو ميون ديزيز بريست ملك اصلا تمام يقول البريست ملك لان مرات هي مش في البريست هي تضيف كولكشن للبريست ملك وبعدين تعطيه الانتي اوكسيدنت حمايه في انتي اوكسيدنت زي حتى الفيتامين اي والسيلينيوم المواد هذه الدكاتره يقولها البيبيات لما اخذوهم شيء صار ما طلعتلهمش الالرجي رغم انه هو عنده الاتوبيك جين تمام ما طلعلهمش برونكيال ازما رغم انه هو بريديسبوزد يعني فبكتيريا الانفكشن بارازيتيك انفكشن يحمو بريست ميلك هذو شوفوها لكم هذو عكس هذو ما يديروش ازما هذو يحمول تمام الدخان شنو يدير؟ لو دفتسو مش كاتبها لكن دكاتره زي الدكتور احمد بلوس في القصه قايلها هو يحط في الاسئله غالبا باهي في تعلم ريسبيراتور فيجي يقول لك ان سموكينج هو كوز توا دافيدسون كاتب سموكينج كوز سي او بي دي تمام لكن هو فصل المحاضرات تاع شنو يقول لك السموكينج يعتبر كوز حتى للبرونكيال ازما معاش حتى ولا ريسك فاكتور تمام لان يدير في هايبر رياكتيفيتي للايرواي ويخليها حساس اصلا المدخنين بصفه عامه تلقاهم حساسين للايرواي اكثر من الناس العاديين تمام عندهم هايبر ريسبونسفنس اكثر تمام فتوا شبحتوا هذه الاتوبي بالله عليكم قلت هذا تلقوا الاي جي في دمهم خير عالي واليزينو فيه خير عالي تلقاه في الدم عالي وفي البرونكاي عالي يزينو فيه متوسط اكثر عالي
ما نبيش نزيد نكمل في الطيب هو اللي هو النوع الاول تكلمت عليه اسمه اكسترنسيك اسما. شوفوا دكاتره النوع هذا جود بروجنوزس مقارنه بالنوع اللي هنقوله تو تمام. الاكسترنسيك اسما كوما في الفيميل ولا الميل؟ بويز كوما ميل، لكن هذا الانست عفوا وان كومن اكثر الفيميل تمام دكاتره. فالادلت انست هذه مور كومن لكن لس اصلا كومن ان انسيدنس 30% من حالات ادلت انست. شنو الادلت انست؟ هذه زي اللي نعرفها معناها عندنا عائلاتك حاشو ما فيش برونكيال ازمه وما فيش اتوم اصلا ما عندهمش هيستوري في اتوم جو حساسيه الربيع عاد ما عندهمش تمام. لكن يطلع واحد في العيله او واحده بالذات في ميل يصير لها انفكشن بفيروس معين تمام برده على صدرها بعد ما كانش عندها اي حاجه بعد الانفكشن هذا ما حتى تصح منها تطلع منها والحراره مشت وكل شيء خلاص تمام يبدا الاروي بتاعها حساس زياده عن اللزوم فبدا عندها هايبر سنسيتيفيتي عمرها 20 سنه 25 سنة في الايش هو تمام معناها عضل طيب بعد انفكشن ما يصيرش طول بروحها منها ليه ما فيش اتوبي فالانفكشن هو خلى الايزينوفيل تبدا تدير فيه وهي والماست سيل تبدا بسهوله تدير في شنو؟ تدير في دي جرانيوليشن على ابسط دست او دخان يخش لها بعدك تمام. باهي هل في اي جي اي؟ ما فيش اي جي اي. هل في انتي بادي تكون وهو اللي يمشي للماست سيل او غيره ويدير لها دي لا لا يبدا الانتيجين دايركتلي يخش ويدير دي جرانيوليشن ويدير لها في الاعراض بتاعها. النوع هذا يسموه ادر اوسس ازما ما يسالوش فيه حتى في الامتحان تمام لكن لازم نفرق بينه وبين نوع هو تمام. هذا يسموه فيه انترنسك ازما. علاش يقول لها انترنسك ازما نوع هو النوع هذا دكاتره الانترنسك ازما سموه بالانترنسك اولا لان ما فيش اكسترنال اتوبي او جين ميوتيشن صاير عنده. الاي جي اي ليفل كومبليتلي نورمال ليفل بتاعه مش اليفيتد قيس لما تلقى شيء تمام دكاتره ما عندهمش سكن شيء انرجي اتوبك درماتايتس ما عندهمش. يعني لو جبت انا وجبت لهم سكن بريك تيست السرحاني فيه سكن بريك تيست هتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف تمام دكاتره. وكاني تو انا لما جيت كلمت على البرونكال ازما بعد ما قلت شويه على الابيديميولوجي وعلى الريسك فاكتور وتكلمنا على الكلاسيفيكيشن قسمت الازمه الى تو تايبس اكوردنج للانست بتاعها. في تشايلد هود انست ازما وفي ادلت هود اونست ازما. التشايلد اونست ازما هذه تكون قاعده في الصغار وتكون اتوبيك وسكن ميتوجين ميوتيشن ويسموها اكسترنال ازما وتعتبر جود بروجنوزس تمام. اما الادلت اونست ازما تبدا في الفيميل اكثر من الميل وتبدا في الادلت وتكون نوت سكندري تو اتوبيك اور ميوتيشن وفي ريبور بروجنوزس لانها لا تستجيب للعلاج وعاده نوت ريمت وتقعد طول عمرها عندها ازما تمام. لكن التشايلد هود يجي مع التين ايج جروب ويتحسن. التشايلد هود ازما الاكسترنسك الاتوبيك ازما هيكونوا هادو عندهم سكن بريك تيست بوزيتيف لكن الادلت تايب يكون سكن بريك تيست شنو؟ نيجاتيف. يا دكتور الجدول اللي موجود عندك من اخيه بيرفض تمام؟ الجدول اللي عندك الفرق بين النوعين هادو بيرفض السبب علاش؟ تعال نشوف الاسئله. علاش اللي بيفرق بين الاكسترنسك والانترنسك ازما؟ في الهيستوري وفي الانفستيجيشن. علاش اللي بيفرق؟ رقم واحد لان التريتمنت يختلف. شنو؟ من اللي يكون ويل ريسبوند تريتمنت؟ الاكسترنسك. اما الانترنسك تكون صعبه علاجها تمام. منو لما نقول لك في ادويه جينا طلعت توا والتوانسه يديروا فيها اللي هم النيورو ثيرابي تمام. ثيرابي النيورو ثيرابي احنا توا الازمه نقول لك اي واحد يقول لكم شنو علاج سلبيتامول سلبيترول كورتيزون هذا علاج الازمه لحد الان. لكن في توا ادويه غاليه جديده تلعب على المناعه تمام توقف الاي جي اي عرفتوا الاي جي اي تكون في الاكسترنسك هذا شده توقفوا لي تمام. النيورو ثيرابي ميديتورز هما زي مونو كلون انتي بودي معين يشد الانتي بودي هذا يعني مصنعين انتي بودي خارجي بده يشد في الانتي بودي معاش يدير رياكشن زعما النوع هذا من الثيرابي يمشي مع الاكسترنسك ولا الانترنسك؟ لانه الانترنسك اوريدي ما عندهمش الاي جي اي تمام. تو قولوا لي الانترنسك لما يجيبوا لكم في الام سي كيو اي جي اي ليفل بتاعهم هاي ولا نورمال؟ نورمال نوت اليفيتد. ولو اليفيتد شك ان في بارازيتك انفكشن او حاجه ثانيه خلتها مرتفع مش المرض تمام دكاتره. المرض ما يرفعش نوع الانترنسك عمر ما عندوش اليفيشن اوف انتي بودي ات اول نيفر تمام. يكون بسبب حاجه ثانيه حتى لو موجود مش هتلقوه موجود. هاي تو ليه الجدول هذا فهمت القصه بتاعها والفرق بيناتهم. تعالوا قولوا لي البرونكل ازما مور كومن في البلاك ولا الوايت؟ بلاك. في التشايلد ولا الادلت؟ تشايلد. الاونست بتاعها مور كومن يعني الاكسترنسك ازما مور كومن ده انترنسك وقلنا الحمد لله لانها احسن بروجنوزس لانها تستجيب للعلاج الاكسترنسك تايب. تعال عاد معاي شوف المقتنع المر يا سيف تو بتتكلم على شنو؟ بتتكلم على اكسترنسك ازما بس
للولد الصغير او البنت الصغيره اللي صار لها شيء اتوقع شيء تشايلد هود اونست ازما اكسترنسيف ازما الاتاك اول اتاك عمرها بتفوت العشر سنين لازم تبدا قبل 10 سنوات اول اتاك لازم تبدا قبل 10 سنين ما تبداش بعدين تمام فتلقاها تشايلد هود اكسترنسيف كيرلي ايرلي برزنتيشن في العمر تمام فهمت شنو يصير عاد الداخل الولد هذا دكاترة أو الطفل هذا الإيروين تاعه الإيروين تاعه هما عندهم هايبر ريسبونسيفنس كيف في السيركيليشن في الدم بتاعهم صوت ميكوزا طب هذه ميكوزا إبيتيليا صوت ميكوزا فيه بلود فيزلز وبعدين فيه مصر ولا مسكولوزا هنا فصل صوت ميكوزا عندهم الاي جي اي واتي وتكون وقلنا تكون عن طريق اكسبوجر للفيرست انتيجين فعندهم سيركيليشن اي جي اي عاد الناس هم اتوب تمام جيناتك واقف على خلايا اسمها شنو؟ الماست سيل الماست سيل هي واقف فيها فصل الماست سيل في فيزيكال الفيزيكال هذه تحتوي على مواد سبستنس فهمت لما يجي البيبي هو او البيشنت الطفل هو يتنفس تمام غبره يمشي يصير النوكر رياكشن تمام ويبدا الاشي هذا شنو يدير؟ ديستركشن منه للسيل هول تكسرها تمام تو بنطلع انفلاماتوري الرجيك ميدياتورز بنطلعهم وفي 2 باي 2 يطلعوا بيه تمام يبدا يطلعوا في انزيمات من الداخل هنا ومواد معينه من اشهر المواد تطلع الهيستامين من الماست سيل تمام بعد الهيستامين يطلع التريبتوفان زي منهم 5-HT اللي هو سيروتونين حتى التربتيز يطلع والليكوترينز تو تكلموا عليهم قدام به من الحاجات هما يا دكاتره كيف يطلعوا عن طريق دي جرانيوليشن للمسل يبدا يطلع هرمون مواد ويبدا شنو يمشي يديروا في شنو رياكشن شنو يديروا هرمون مواد هذا يخلوا الميكوزا هي اولا صار ميكوزا في بلود فيزلز ولا الهيستامين يمشي يدير فازو دايلاتيشن في البلود فيزلز يخلي كمية دم تجي هلبة لما الدم يجي هلبة يدير سوينينج وين؟ في الإبيتيليا تمام دكاترة فالإبيتيليا ملاير نفسها تنفخ بقى الحاجة الثانية هيخلي فيه سكريشن أصلا من قبل تسد يزيد كأنه صار انفلاميشن لكن الداخل صبع تشبه في احمرار وسوينينج صاير هذا وين؟ في البرونكاي الداخل تمام بقى بعدين هيبدأ الدكاترة هنا من الطبيعي ما دام صار للابيثيليوم سوينج شنو الدايمتر صار شنو؟ نارو هذه اول ميكانيزم النارونج صاير بعد شويه هتلقى الهيستامين او التربتيز هو او السيروتونين كلهم هذا يؤدوا الى سموث مصل كونتراكشن وسبازم يعصر عليها فالسموث مصل هنا لما تدير سبازم تعصر هتدير مور نارونج في الاير واي وكاني نبي نقول النارونج في الاير واي صار بحاجه واحده اللي هي برونكو سبازم ولا كذا فاكتور كذا حاجه كلها بسبب المواد هي تمام اول حاجه صارت واول تغيير يصير داخل ميكوزا سوني تمام ميكوزا الايديم باهي في الريسبيراتوري ثاني حاجه هيصير اكسسيف سكريشن اوف جوبلت سيل تمام ميوكس فالميوكس لما يكون عليه اكثر يبدا يضيق في الدايمتر الثاني الاخيره واللي هي موست سيفير واصلا السيمتومز كلها طالعه منها بسببها اللي هي المصل شيء سموث مصل سبازم ودارت برونكو سبازم ودارت نرو فهذا كله مضيقوا لي الفتحه اللي يخش ويطلع منها الاير في اللور اير واي الحاصل هذا يتم كله هو كله تحت عنوان الفوسفوريليشن رياكشن تمام عن طريق الاي تي بي الاي تي بي يعني في فوسفور اي تي بي طاقه انرجي تبدا تطلع في المواد هي وتصير دي جرانيليشن دي كله لان الانتي بادي من الاخير كسر لي السيل وول طلع من المواد هي المواد هي دكاتره زي مثلا الهيستامين ولا غيره تحفز في انزيم معين يستيميليشن الانزيم معين هذه في طريقه ثانيه يطلع الانزيم هذا الدكاتره متحفز فيه مواد هي اسمها فوسفولايبيز شو اسمها؟ فوسفولايبيز معناها هم تو روحهم قالوك لكن قالك في انا حاجه ثانيه تصير ان المواد هي تحفز في انزيم فوسفولايبيز الفوسفولايبيز هو الدكاتره يخلي في اي فوسفوليبيد زي الكودونيك اسيد يتكون بكميه كبيره شنو هذا الكودونيك اسيد؟ هو دريفيتيف من فوسفوليبيد بتاع السيل وول السيل وول بتاع اي خليه مش يتكون فوسفوليبيد هو بروتين يدل على الفوسفوليبيد الفوسفوليبيد هذا لما يتكسر يكون لي ماده اسمها شنو اركودينيك شنو اسيد اركودينيك اسيد
الكودونيك اسيد هذا اللي تكون عن طريق الفوسفولايباز انزايم اللي يكسر لي في السيل وول، هذا مصيره طريق من زوز، المصير بتاعها طريق من جلب عليها زوز انزيمات. هنا بلاقي انزيم اسمها سايكلوكسوجينيز 1 تايب 1 وفي رايبو اوكسجينيز. توا السايكلوكسوجينيز هذا يطلع في البروستاجلاندين، تمام؟ يطلع شنو؟ بروستاجلاندين. البروستاجلاندين تعرفوا شنو؟ تعرفوا شنو يدير البروستاجلاندين؟ يدير الحراره والالم. الحراره والالم، لهذا لو اعطيتي اي بني ادم ماده اسمها اسبرين دواء سلسلك اسد يهبط السايكلوكسوجينيز 1 هو، فما عادش في بروستاجلاندين، فالحراره والالم شنو يصيروا؟ ينقصوا، تمام؟ لان ما عادش في بروستاجلاندين اللي اصلا يدير في التفاعل بتاع الحراره والالم. بينما الاكسجينيز لو خدم هو شنو يطلع من الاركودينيك اسيد؟ شنو يطلع؟ يطلع في ليوكوترينز، تمام؟ ليوكوترينز. الليوكوترينز هما او ليوكوترينز منهم نوع اسمه سي بي وسي دي، هما يسموهم سي والسي اس سي والبي والدي والاي، تمام؟ في منهم 2 و 3 و 4 وفي من هذا 2 كذا. بقى هذا شو اسمهم؟ اسمهم دفتر اسمهم 69 ليوكوترينز. فما تحفظيش الرموز هذه، لكن احفظي ليوكوترينز هذه شنو يسموهم؟ 69 ليوكوترينز. باهي الليوكوترينز هذا شنو يديروا هذا؟ من الاخير انا كملنا هيك هو الباتو سيرتو عازم هذا هو كله على بعضه. الليوكوترينز هذا اللي انت صار شنو يديروا؟ يديروا في سيفير برونكو سبازم ويزودوا السكريشن. معناتها على جال لو انت جات سيرتونين انتاجونست او هيستامين انتاجونست او تريبتيز هو وقفته بلوكر او ليوكوترين انتاجونست، تمام؟ وقفتهم هتنقص الازمة ولا تزودها؟ تنقصها، تمام؟ بلس انك انت لو اعطيت اي بني ادم اسبرين كل الاركودينيك اللي طالع هو ما عادش هيمشي السايكلوكسوجينيز، وين بيمشي؟ لايبوكسوجينيز. البروستاجلاندين هو موضوع ما يأثرش على برونكاي زي الليوكوترينز. الليوكوترينز تأثيرهم انهم يديروا سيفير برونكو سبازم. لو مثلا بالليل ندوية 10 اشكال اركودينيك اسبرين كانوا مقسومات 5 ب5، 5 يمشوا لهوا و5 يمشوا لهذا. جيت انت هبطت السايكلوكسوجينيز العشره هم بيمشوا لللايبوكسوجينيز بيتحول لليوكوترينز كميه كبيره ولا لا؟ كبيره يصير سيفير برونكوسبازم. هذا علاش؟ جماعه البرونكيال ازمه ناخذوه اسبرين احيانا يصير سيفير برونكوسبازم بتطلع له اتاك لان كون كميه اليوكوترينز الداخل رهيبه لان هبط منه سايكلو. هلا علاش اسبرين كونترا ديكيشن في حاله منه؟ والسايكلوكسوجينيز 1 انهبتر بصفه عامه مش اسبرين بس، تمام؟ لكن اسبرين على راسه لانه ريفيرسبل يدير انهبيشن. السؤال تو اللي بطرحه لكم بعد كيف نخلي المواد هذه ما تطلعش؟ هو مكتب لك الادويه تو هذا هم اصلا علاش بده يدرسوا كل مرض علاش كيف يصير؟ مش يعرفوا العلاج مش يسكروا التراكيل اللي يبدا به. انا هو كيف نوقفه؟ مين جايات انتم؟ من ماست سيل ولا؟ جي هنا نعطي صوديوم كروموبليكيت دواء مثلا. والله قالوا لكم هذا حتى في الفيديوهات تمام لما يخدم على تشايلد هلبه كويس. الصوديوم كروموبليكيت هذا يوقف الماست سيل ان هي تطلع شنو؟ المواد هذه. فسموا فيه ماست سيل ستابلايزر او انهبت ما يخليهاش دير ديجرانيليشن، تمام دكاتره؟ هاي الصوديوم كروموبليكيت سؤالي ليك، جيت انا عندي برونكل ازمه سيل تعرضت لي غبره تعرضت لي غبره طلعت الماست سيل الهستامين وغيره ضد البروسيسور يعني صار لي برونكس سبازم اعطيني صوديوم كروموبليكيت يلعب دور ولا لا؟ لا علاش لا؟ لانه اوريدي اللي كان بيمنع الصوديوم كروموبليكيت صار اوريدي. شو معناها؟ يعني الصوديوم كروموبليكيت لا يستخدم كتريتمنت ولكن يستخدم كبروفيلاكسس افضل لانه يمنع البروسيس ان هي تبدا اساسا، تمام دكاتره؟ وانس ان انت واحد صار له اتاك اعطيته صوديوم كروموبليكيت شو اللي فيه؟ هتوقف اي اتاك تصير قدام، تمام؟ لكن توا الاعراض توا مش هتتنحى لانه اوريدي طلعت المواد اللي بتطلع فهو يمنع خروجها من الاساس. فيعطيه قبل المباراه قبل ما نعرف انه ماشي كان في خبره نعطيه له للبيبي هذا، تمام؟ مش نعرف نحميه منه، اوكي فهمتوا الفكره وين؟ فتو بنسالكم الصوديوم كروموبليكيت هذا سالوا عليه 200 مره في الاسئله وديما تغلطوا في الاجابه بتاعه. هو ريليفرز للسيمبتومز ولا بريفنترز؟ بريفنتر يمنعها مش ينحي الاعراض، الاعراض لو طلعت ما ينحيهاش لكن يمنع حدوثها من الاصل لانه يمنع في الميكانيزم الاول. خلاص دكاتره عندكم علم. انا لو نعطي ليكوترين انتاجونست كويس ولا لا؟ ليكوترين انتاجونست وش برونكو سبازم وهذا يلعب دورين تمام يمنع از ريليفر لا واز بريفنتر لان حتى لو طلع ليكوترين مش خليه يشد في الريسبتور بتاعه. اوكي؟
اوكي فيعتبر ليوكاترينز هو صح ريليفر اكثر من هو بريفنتر، لكن بعض الكتب كاتبين انه هو يخدم حتى سلايتلي بريفنتر. اوكي طب احنا لحد الان برونكو برونكو الازمة زي ما فيها الباتوفيسيولوجي في الاخير بكل انت فصل الامتحان هتلقى الدكتور يسال فيك يقول لك شنو اعراض برونكو الازمة شنو يجينا تمام كيف تشخصها البرونكو الازمة. هذا الكلام الصح الكلينيكال براكتس، الكلام اللي هو شويه ديتيلز اللي ليه علاقه بالفارماكولوجي اللي بتستخدم في البرونكو الازمة هذه لو جربتها تاخذ الفارماك لانك انت فاهم البيزك بروسيس بتاع المرض تمام. لكن اي طالب سنه خامسه لما يوصل لنهايه السنه كلكم تعرفوا ان الازمة عندها تراياد معين تمام، وكلكم تعرفوا ان تعطوهم سلبيتامول، وكلكم تعرفوا انه المفروض ياخذوا ستيرويد. لكن بيبدا يسالك السلبيتامول كيف يخدم والستيرويد كيف يخدم، وعلاش الستيرويد هاف نو رول ان اكيوت اتاك زي السلبيتامول، وعلاش هذا بريفنتر وعلاش هذا ريليفر، هذا شنو يسكر وهذا شنو يسكر. لما ما تجاوبش يعطيك الباص لانك جاوبت ستاندرد تاع الطلبه كلهم، لكن لما تجاوب له الحاجات الثانيه يعطيك المارك الكبير يركب معك فوق لان غيرك ما يعرفهمش. فانت مرات فيه راه ربع ساعه زياده قرايه في الدرس نفسه لو قريتها تاخذ الفل، وانتم توصلوا كلكم لنفس المستوى في القرايه بعد ساعه تتعبوا، وهذا الصح هو تتعب انت المفروض تستريح. في اللي يكمل مازال يشبح ديتيلز بسيطه ويوقف لحد معين تمام، هذا اللي ياخذ المارك الكبير لان خذيه المعلومات اللي هي يسال فيها في الامتحان. تو تعال شو تبي من الدوشه هذه كلها؟ تبي تعرف حاجه واحده ان افتر اكسبوجر اوف انتيجين، لما انت سلكت اكسبوجر اوف انتيجين لو عندك اتوبي هيصير رياكشن من داخل تمام. اوكي هذا الرياكشن هذا بيطلع مواد ايه عن طريق شنو اي جي اي يخفز او دي ديجريشن من ماست سيل. دكتور شو بيطلع؟ بيطلع هيستامين وتريبتوفان وسيروتونين ومواد ما انزل بها الماء من سلطان تمام. تطلع المواد هذه وتحفز لي منه تحفز لي الانزيم فوسفولايبيز بيطلع كميه كبيره من الكودين الكسل اللي بعدها ممكن يتحول منه ليوكوترين حتى هو كميه اكبر ويدير لي سبازم ويطلع شني الميدياترز هذه كلها تدير لي مشاكل وخطيره. هل تو انا السؤال اسالك الدكتور باين هل المواد هذه ما عندهاش ديوريشن تايم لاين هيك معين وتتم المواد هذه اللي طلعت تو تعرضت لغبره طلعت مش بتقعد ساعه ساعتين ثلاث ساعات وتختفي؟ ايه بتقعد. معناها البيشنت هذا اول ما تتنحى منه المواد من دمه او جسمه شو بيصير؟ يرجع طبيعي. فالموضوع انا ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ ريفرسبل تمام. يا اما ندير ريفرسبل تو بدنا نعطي ليكوترين تاخذ اسبوع السلبيتامول ونحي الاعراض بادويه، يا اما نخليه شويه ستريتش يصير لها معناها ريفرسبيلتي اوف برونكال ازما ايدر سبونتينوس اور باي ميديكيشن تمام. دكاتره يا اما تتنحى بدواء يا اما تتنحى بروح. طبعا في المايل بس تتنحى بروح، لكن الموضوع الثاني تبي دواء لما تكون مودريت وسيفير. اوكي تو اسمع الجزء الباقي تاع الباتو فيسيولوجي هنا ما عندكش تحفظه، انا بديك تفهم بس فهم لا اكثر ولا اقل. بس في حاجه تو متكلم عليها اللي هي انا عندي اتوبي اتوبيك ازماتاي وعندي رياكشن هذا يصير لي كل ما اتعرض لغبره. غبره بس ولا لا؟ شوف نكتب سبع حاجات سبع نقاط، السبع هادو نقاط هم اللي طلعوا الاتاك في الازمه. يعني توا انا الديفينيشن اللي كتبتها بتاع البرونك الازمة عباره عن ثيوريتيكال ديفينيشن، بالله اذا كاتب اللي كان سرحان مني توا او اللي ما حضرش من الاول ما تزعلش لان توا اللي جاي اهم تمام اهم بهدف وهدفها تمام. خليه جزئين اللي فات هذه خليها عادي تمام وتوا نقدر نرجعها سريع. لكن تعال معي شنو قالوا الكلينيكال ديفينيشن بتاع الازمة كلينيكال ديفينيشن شنو عرفوها؟ كلينيكال ديفينيشن قالوا هي اتاكس ريكرنت ابيسودز اوف ديزنيا وكف اند ويز. شوف الكلمه كيف كبيره ومهمه والله انا صح مليون في المية. علاش؟ لان قال لك هي عباره عن ريكرنت، كلمه ريكرنت معناها تمشي وتجي معناها ريفرسبل كلمه ريكرنت حد ذاتها اتاكس اوف شنو اوف ابيسودز اوف شنو كف وديزنيا ويز صح ولا؟ شنو زادوها توا مؤخرا؟ كانوا تريات هم قال عرابة حاجة حطوا معاهم حاجة رابعة هيك اللي هو تشيست تايتنس. ما شنو هو تشيست تايتنس هذا؟ يقول لك صدري مغموم مش داهش مش قادر يقول داهش ولكن حاسس غمة هنا تمام مش صعوبة في التنفس. هل لازم الأعراض هذه كلها تكون موجودة؟ لا. أنتوا عندكم عندي إلا كيك البكتشر بتاع الأزمة وأنت خذيتهم يا إما شني يا إما يجيك كحة بس يا إما يجيك كحة وتصفير صدر يا اما يجيك كحه وتصفير ودزنيا وكلهم موجوده يا اما يجيك تشيست تايتنس بس تمام. معناها ما تاخذش ان السيمبتومز لازم يكونوا موجودات مش تشك في الازمه حتى
تدزني وروحها بس تشوف في الأرض. احيانا في هلبة حالات ما يجوش عندهم دهشة، ما رشين يجي عندهم كف بس اسمها كف فاريانت ازمة. شو اسمها؟ كف فاريانت. لهذا السبب في بعض الدكاترة مثل الدياجنوز الازمة يجي يقول لك تسوي قحة من 3 اسابيع او 4 اسابيع، هو حساسية عنده تمام، يكح لي 4 اسابيع. انا في ولاد معانا حتى في الجروب اللي فاتنا اللي قبله في الفصل هذا كان ياخذ كاتب ستيت على اساس كمل خلاص هو المدرسة. كاتب ستيت يسال على حاله عندها في العائله عندها انفكشن الفتره اللي فاتت وتو لها 3-4 اسابيع عندها كف بس، والكف شفنا حج ما هو كف قعد بيرسيستنت وداوت فيفر افتر انفكشن شفت في انرجي ريديوسد باي كف الادلت اولسو تمام، لان ممكن الحساسيه ما تكونش اللي عنده شنو كف فقط وهي اسمها كف فاريانت ازمه تمام. هذه جايه في الاسئله جايه انه هو ممكن يجيب كف بس تمام صح. في عند نقطة، شنو هما التريجر السبعة اللي لازم احنا نطلع الاتاك هي؟ ما هو هي ايبيسود تمشي وتجي تمشي وتجي. هما لو انك انت ما سالتش عليها في الهيستوري درجة ناقصة بس. ها هي درجة ناقصة. أول حاجة الألرجين. الحاجات اللي تجي في الحساسية، شنو هما الألرجين؟ أنتيجين ستيمولين هايبر سنسيفتي تايب 1. أي أنتيجين دير ستيمولين هايبر سنسيفتي تايب 1 هذه هو الألرجين. تعال عاد معايا خذ. رقم واحد الدست مايت. شنو هو الدست مايت؟ غبرة بتعمله أتات الحوش الفرنتشر أتات الحوش إذا كان بعلاش أنت لو بتخبط في الشمس في المخدة أو البطانية ولا اللي هو شو يصير؟ يقطع فيه الشمس تلقى فيه زي حاجات صغيرة الدست غبرة. الغبرة ديك فيها حاجة اسمها درماتو فوجويد. درماتو شو معناه؟ سكن. فوجويد أكل لي سكن. ما فيش حوش عندنا فين احنا كلنا هكي ما فيش درماتو فوجويد. كل حياشنا فيهم درماتوفوجويد في المخاض والتوطين والشراشيب والدنيا وكل مهما كان الحوش نظيف. علاش؟ لان انت عندك ابيدير يطيح كل فتره معينه. الابيدير هذا تطفل عليه وتاكل فيه منه الاورجانيزم هذا هو درماتوفوجويد. يبدا شيء درماتوفوجويد يخش يدير في سيفير الرجي سيفير هايبر سنسيتيفز طلع البرونكوسباسم تمام دكاتره. فالدرماتوفوجويد هذا زعما انتم تعرضوا له تو احنا في ايضاح ولا لما نروحوا لحوشنا؟ لما نروحوا عندهم نجوا نرقدوا. هذا علاش الازمه حتى يقول لك تزيد اثناء النكتورنال ديورينج سليب، لان انت تتعرض بحدا مخده تشم شني جيب لي مخده جديده بعد اسبوعين يبدا فيها درماتوفوجويد. غير زي ما تبي شاشير هيقعد فيها درماتوفوجويد. فهمتوا الفكره وين؟ شنو عاد نقول للامه هذي؟ ما تكونسيش واحد في عنده ازمه. ما تكونسوه ما تكونسوه وهو موجود. صح ولا لا؟ تركوا فيها زمان لما كانوا في الفصول يقولوا تعمدوا في الفصل وكنسوا الفصل اللي عنده حساسيه اطلع تمام، لان انت بتكنس بتطلع غبره دست ثاني تمام. بيتين ثاني البولنز تو هذا بيبزو ابيض شهور في السنه هي تو تمام. الناس اللي عندهم حساسيه بعد شهر ثلاثه وانت ماشي حبوب الطلع بتاع الربيع هم البولنز ما اذا كانت تلقاهم يخشوا بالذات لما يجي يقشر فول ولا الورده ولا يطلع تمام الصلاه ولا يطلع كل هذا فيه البولنز يدير في الرجي تمام. بالذات بعدها هنجي نقول لك شنو البتس انيمال. شنو هما البتس؟ الحيوانات الاليفه زي منو؟ طبطيس الفرو بتاعها رابتس راهو رابتس حتى هو اكثر تمام. الارانب في ناس تربي في الارانب والحمام طيور حتى هي الدوكس الانيمال الاليفه بصفه عامه تبدا عايشه معاك في الحوش وانت تلعب وتطوس وفني وكذا وجو منيح وهي لا تعطيك شنو ثم تطلع لك في الالرجي تمام. تو السؤال اما لو منعش وما تعرضتش ليه ما فيش داعي تاخذ الدواء لانه مش هتجيك الاتاك. فهمتوا دكاتره؟ معناها البريفنشن اصلا احسن من العلاج نفسه. ليه؟ انك انت ما تعطيش دواء لو انه هو ما تعرضش لحاجاتها يا خلاص. في عندي مسالك حاجه في الايريزولز والبرفيوم والبرفيوم الصنات برفيومز تلقاه يبخوا للبيبي في صنه شفت صنطة جنينة تمام. فهو اصلا هذا تزيد في البروكوس باز يجي الاتاك. دكاترة احنا لحد الان تكلمنا على حاجات تدير الرجي ولا؟ عارفين الكوكروتش؟ سمير شنو الكوكروتش؟ ايه سمير تمام. سجرنا سجرنا دكاترة من اكثر الحيوانات الاليفة اللي هي تدير شنو في الرجي بالذات لما يقتلوه يقتلوه الشبشب. فهمتوا؟ علاش؟ لا مهمة لأن الدكتور حتى عبد المجيد بروي اللي حضره معاه تلقاه ركز في النقطة هذه مرة. فالكوكروتش هو لما يكتب بالعفس تمام بالدعس تمام شنو يصير له؟ الانتستم بتاعه تطلع ولا؟ هي مهما كنت نظفت قاعدة يقعد فيها ريمننت تمام بعد ريمننت هذا الدكاترة بعدين بيدير الرجي. ف
فما ينقتلش الزجريو بالضرب تمام. بعد دير لي اي طريقه ثانيه تمام، دير له بوضات، دير له حاجه اي شيء يقدر، لكن ما تقتلش بشيء، ما تقتلش بالدرس. فهذا هو حتى هي اصلا كيف شن جبت الطريقه فصلت الويب سايت كان كنا ناخذ الويب سايت في الجلاء، فكان في واحد من السميرات ماشي على الخير سمير، ففي ولد بيتطوع تمام، ولد طوع بيشد شد المذكره بتاعه وبيضرب. الدكتور قال وقف ما تضرباش خليه، لان انت لما تضرب بدور مش حد ينطفه تمام، والانتستين هي كلها بتديش الانرجي اللي كل في اي باب هنا عندها حساسيه فطار الاتاك، فخليه يتربى غادي عادي، المفروض يتعالج بطرق اخرى. المهم الانرجي اللي بالكم منها هذه ديما اسئله فيها، ديما اسئله حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه في عندنا دكاتره الاوكيوبيشن الخدمه بانك، شنو هي الاوكيوبيشنال زي شنو؟ عارفين دكاتره اللي يخدم يقول كان يخدم ميكانيكي تمام، فرشه بين الورشه اللي تخدم فيها انت ميكانيكي مع مطير سيارات تخدم مالكش علاقه به، لكن هل ما تشمش بنزينه مرات؟ ما تشمش في دلوانت بتاع الزواج سمكره تمام؟ ما هو يخدم مع فصل الورشه نفسه واحد ثاني يخدم بسمكري تمام؟ فنفسه اصلا الدلوانت هو فيه ماده تزود الاتاك ودي سيفير اتاك اوف برونكوستاز. فمرات الاكيوبيشن نفسها في حد ذاتها هيك زمان في سوق الثلاث قبل ما يهدوه زمان يوم تعني وش تمام، كان النجار النجارين غادي ديما اتاك اوف ازما لدرجه ان احنا شو نقولوا لها غير خدمتك. تعرف شين دافتسون قال التريتمنت بتاعهم تشينج اوكيوبيشن، غير الخدمه بتاعك. المفروض الدوله هي اللي توفر له خدمه ثانيه لانه مش هيقدر يخدم. تلقاهم هذا في الهيستوري شنو يقول لك؟ فصل الهيستوري يوم تفسر تقول له دائما ماشي الدهشه والكحه والتزوايا هذه ما لاحظتش ان هي تزيد في ايامات الخدمه وتختفي في العطلات. السؤال هذا لو سالته قدام دكتور باطنه هيعرف ان انت فاهم السؤال دقيق جدا، لانه هو فعلا لو كان اوكيوبيشنال طالب في ازمه، لان مرات يكون اوكيوبيشنال ما يتخصصش بالحاجات هذه، مش لازم كله متخصص فيها مرات، مرات حاجه منهم انت تبي تدور عليها مش تمنحها تمام. فقال لك ايه والله فعلا لما الخميس وجمعه وسبت ولما دهشت هبه وغبت تحسن، اول ما نولي الخدمه تزيد الاتاك وتطلع لي. هاي اسمها شنو؟ اوكيوبيشنال ازمه امبروفمنت ات ويك اند تمام، امبروفمنت ات ويك اند تبدا تزيد مع الورك دايز تمام. هذا شو بيقولوا انفكشن يزود الازمه، ركز على اما انفكشن فايرال ولا بكتيريا؟ فايرال. الفايرال ريسبيراتوري سنسيتيال فايروس في الاطفال راس القائد التوب تمام اول واحد، لكن في الادلت احنا الانفلونزا عباره عن انفلونزا تمام، انفلونزا فايروس احنا، لكن بكتيريا لا. لو جاوبت لكم في الاسئله بكتيريا اجريفيت وتريجريت فاكتور كلها غلط، فايرال هي اللي اكثر شيء تمام. غير الاكتيفيشن لو نجي نقول لك عمار الايد بتاعتك هما الاكسرسايز اكسبوجر تو كورد ايموشنال ستريس. باهي شنو هما الاكسرسايز؟ علاش الاكسرسايز تطلع في الازمه؟ لانه دراي اير ويصير له ايفابوريشن لاي كل ما يدير اكسبيريشن يطلع في ميه متبخره تمام؟ لان حتى الوتر لص احنا مش باليورن بس ولا السطول ولا السويتنج بس، حتى بالاكسبيريشن يطلع ميه فيصير دراي شنو؟ في اير ما عدا السم. قلنا السومين الرياضه الوحيده، الرياضه الوحيده اللي ما تديرش شيء ما تديرش ازمه لان عندها ايفابوريت يعني رطب الميه هتدير ايفابوريشن. في واحد مره جانا ويدي فيها الدكتور هذه على شنو؟ عنده يطير حصان تمام، هواي تاكي تمام، فهو مش داهش لما يجري الحصان ما يديرش هذيك الدهشه زي ما واحد يجري تمام، لكن شنو هو هنا؟ هي مش اكسرسايز ازمه، هي بيتس الهير بتاع الهورس نفسه هو اللي يخش نعم هو يجري الهورس نفسه الشعر بتاعها الفتس بتاعها هي اللي تجيبها في الادرج. فبعد ما كل لحظه هو يقول لك الاتاك تجي لما نمشي الحوازه بالذات لما ندير رياضه شنو نمشي الحصان هذا هو معناها هو هذا السر بتاعها. فالاكسرسايز نديرها مع السومينج اللي جايبينها في الاسئله السومينج لا زي ما كانت الفكشن بكتيريا لا. ايموشنال ستريس ايموشنال ستريس تزود بالذات الفيميل اللي هي النوع هو تمام زودها اكسبوجر تو ذا كولد كولد اكسبوجر. انا نعرف واحد كل ما يشرب ميه مسقعه تجي اتاك اوف برونكال ازما تمام، لما يشرب ميه مسقعه كل ميه مسقعه فعلا يشرب تصير له اتاك لان اصلا البرونكاي تعرض دايركت اللي هو مسقع تمام، حاجه مسقعه ماشيه في وسط الجسم بحدها تمام، فالاير وي تعرضت لي اكسبوجر تو ذا كولد سواء اير اكسبوجر تمام ولا شرب حاجه مسقعه. في عندنا رقم اربعه اللي هو قلنا احنا دراج انديوسد الدرج زوز مهمات لازم تسالهم بيتا بلوكر شو ثاني والاسبرين او اي نوع ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج هذه مهمات. شوفوا علاش البيتا بلوكر اجريفيتنج الازمه؟
هو البيتا بلوكر اجانست سمباتيك صح؟ السمباتيك في البرونكاي يوسع ولا ضيق؟ يوسع. فلما تسكر السمباتيك انت هدي له برونكوس طالع. فاي حاجه تنقص او توقف السمباتيك خطيره عندك. فالطين عما او الحاجات هادو لابد تسالهم لك في الهيستوري تبي تعرف شنو وين كيف مني يطلع لك نتاج. علاش الدكاتره؟ شنو الفيرست لاين اوف تريتمنت في برونكال ازمه؟ الفيرست لاين اوف تريتمنت ريفنشن تريجرد فاكت قبل كل شيء خذ زي ما تبي ادويه تمام. والله ما بتنحى مني الا لما تمنع الحاجات اللي تطلع لي فيه من التاكس. تو شوفوا التريجر هذا حفظ صمت ما فهمش بصراحه بغي حفظ هذا بحفظه حتى على خاطر يوم القصكي ناخذ 39 من 40 بتاع لو سالته فتاخذه من الدرجات هتسكرها لو انك انت سالت صح تمام وسالت عليها وغطيت وعرفت شنو السبب. اوكي هنجو للنقطه الثانيه شنو هم الكلينيكال بيكتشر تاع السيمبتومز تاعها شنو هي تاع الازمه. ثاني كان بيكتشر الازمة السيمبتومز كملناها عندنا شنو هي ساينز من اول الاعراض اللي تطلع في البرونكيال ازمة واحد يكف ممكن يكون عنده شنو ديزني يعني ممكن يشكيلك من ويز تشست ويز تصفير تشست شنو تايتنس تايتنس بقى الترايد مشهور هو واحد اثنين وثلاثة توا هنا نسأل في الايرلي ستيج اوف ازما اول ما تبدا الديزيز اول ما يبدا امتى الاعراض تطلع؟ نكتورنال ليليه فتكون السيمتومز عاده نكتورنال نكتورنال اتاكس هذه دكاتره اول حاجات تطلع او اول وقت تطلع فيه الازمة لاي سبب عندها تو اكسبلانيشن الاكسبلان الاول ان نجي نقول لك during the day او night time sleeping كورتيزون endogenous كورتيزون خير ها؟ نقص هذا التفسير الاول لان الكورتيزون during sleep ينقص الستريس هرمون هذا يطلع اثناء الديلي اكتيفيتي هو التيروكسين وغيره ففي هرمونات اذا كانت يطلع during stress هذا واحد بيزيد الدخل تو انا لما نجي نشبح الكورتيزون هو انتي انفلامتري تمام ف during night تلقاه بدا ينقص 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 بالذات امتى؟ ثلاثة الأربعة يعني قبل الفجر شوي لدرجه ان في اتاك تصير مع الفجر او فيري ايرلي مورنينج مع الفجريه صنفها مورنينج ديبل شو اسمها؟ مورنينج ديبل فممكن الاتاك تجي ساعتين ثلاثه في الليل بعد ساعتين ثلاث ساعات نوم وممكن تصير في الايرلي مورنينج يقولها مورنينج ديبل لكن ديورينج داي تايم خلال اليوم عاده يقول لك الجو منيح الا لو شنو؟ جاء واحد دخن باحداث السياره جت غبره قويه زي الايامات اللي فاتوا تمام جد حاجه تعرض لها عبد مع قطوسه هلبا صار له واحده من الاتاك طلع الاتاك ديورينج داي تمام لكن يوجوالي السيمبتومز تكون شنو؟ نكتور تمام نبي عاد نقول لكم على حاجه توا وركزوا فيها بالله عليك الازمه ريفرسبل ولا غير ريفرسبل؟ ريفرسبل ولا عارفين السموت مصر هذه كل ما تجي الاتاك شنو يصير؟ برونكوسبازم بعد فتره من الزمن من كثر ما جاتها اتاكس 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 تعرفوا شنو قاعد كاتب جافتسون البرونكوسبازم او سموت مصر يعني في البرونكاي يصير فيها حاجه اسمها ريمودلينج تمام يصير فيها تغيير وهايبرتروفايز تتضخم تمام ويصير ديستركشن في الاير واي فيبدا البرونكوسبازم تاعها فيري سيفير اكثر من قبل فيبدا الدوز الطبيعيه العاديه تاع السبيتامول اللي قبل تنحيله في الاعراض ما عادش تنحيله الاعراض فالحاله بتاع الازمه كاني نبي نقول لك الريسبوند السبيتامول يكون كومبليتلي ريفرسبل during the early stages of disease لكن افتر لونج بيريود بعد فتره طويله من المرض ويصير هايبرتروفي في سموث مصل تبدا سموث مصل هذه تبي جرعه اكثر باش يستجيب كومبليتلي وصلت الفكره فيكون في النيت ستيج السلبيتامول بارشل ريفرسبل مش كومبليت ريفرسبل وهذه هنا خايف عليكم كطلبه لان ديما ينبهوا فيكم يقول لكم الازمه ريفرسبل الازمه ريفرسبل تجيك حاله ازمه ممكن ازمه 20 سنه والبيشنت مش منتظم على العلاج والمصل الداخل هايبرتروفايد يقول لك دكتور راه البخاخه ما عادش تفلي تسحب انت سي او بي دي لان في درس السي او بي دي نقول لك ان البخاخه ما تنحيش في الاعراض كومبليتلي يقعد داهش فانت هنا يبدا في لازم تسحب انت لازم يقول لك سالبيتامول ينحي فيها الاعراض مره واحده فشنو تسال من توا ولا من زمان سالبيتامول ينحي في الاعراض كومبليتلي لو قال لك زمان كان ينحي في الاعراض كومبليتلي تو الحكايه تبي جرعات اكثر وبخاخات اكثر هذا نعرف ان الموضوع خير ليت ستيج يعني كرون وصلت الفكره هنا عندي الكورتيزون هذا رسم دكتور ولا
يعني انا تو بسالك دكتور علاش الاعراض في الازمه تجي تبدا في الليل الكورتيزون لو ليفل ديورينج نايت صح ولا لا؟ شوفوا هذه انا بنصحكم بس نصيحه في ديورينج اكزامز كلمات قبل الامتحانات انتم تقدروا تسهروا ولا يعني تسهروا في الليل انتم بصراحه نشبه حتى في اثنين منكم يعني في شباب انا اصحابي نشبه فيه مسهروا حتى نتنقاو سهرانين تمام تقعد حتى ثلاثه اربعه علاش؟ يس ما اعرف شو يقرا شو يدير ما عنديش حاله طبيب لكن بيقول لك فكره بس انت لما تجي تنوض الصبح الساعه 7 تمام يطلع الهرمونات يبدو يطلع بهي من هم الهرمونات تيروكسين يطلع كورتيزون ستريس هرمون هذا دكاتره الكونسنتريشن يبدا فيري هاي بدايه التيروكسين هو هتجي انت ديورينج سليب يبدو يقصر ترقد فيجاس هذا يزيد باراسيمتاتك يزيد جوك منيح وترقد على فكره فيجاس هو يزيد برونكوسبازم هذا حتى يزيد في الليل اكثر انتوا تبدا تصهروا قبل الامتحانات تصهروا وقهاوي وريد بول وقهاوي عربيه ناجين في الدار وشتات هلا وسهران الساعه 4 5 لازم قبل الامتحان باسبوع تعدل نومك لازم تعدل نومك كيف؟ لان انت اجي يوم الامتحان تمتحن في الليل ولا الصبح؟ الصبح اجي ورقه الامتحان قدامك الساعه 9 تحط الورقه قدامك كورتيزون انقلب انت السيركاديان ريتم هذا السايكل بتاع الهرمونات قلبتها بديت الستريس هرمون يطلع في الليل عندك قبل الامتحانات والستريس هرمون الصبح ناقصه هتجي في يوم الامتحان هتشد الاسئله هتلقى روحك خاين نسيتها هي طبعا هتنساها مع انك تعرفها المعلومه والله يقول انا تعرفها واي اسئله هلبة انت تفيق بها بعدين انت جاوبتها غلط وانت تعرفها وتنظر عليها انا عشان كله من قله النوم لما الدكاتره المسي اكبر منك يقول لك تراه ارقد كويس قبل الامتحان مش تكون مركز هذه دراسة علمية مش حاجة هيك بس مش نوع بيريح لا هذه هي هيك التركيز هينقص والنمر هتنقص ما عادش قادر تجاوب السؤال ولا تحفظ شيء ولا حتى تدير ريكوين لحاجة حافظها تمام فهذه راه تفرق هلبا معاكم تمام لما تجي تقول لي انا مش قادر نرقد دبر يا عمر ما تقولش ليلتين قبل الامتحان بشوية وتعالى ليلة الامتحان من المغرب تمام ونوض الساعة 6 اراه لاحظها هتفرق معاك هلبا تمام الكورتيزون للدكاترة هنا رقم واحد، الحاجة الثانية انك تنعتك في الليل ممكن تصير بسبب ثاني اللي هو الفيجاس اوفر ستيميليشن، الفيجاس ديورينج سليب هيكون اصلا اكثر فهو اصلا فيجاس هيكون التون بتاعه اعلى ديورينج سليب فيدير برونكوس بازم اكثر، والحاجة الأخيرة قلنا الدرماتوفوجويد استنشاقها في الليل اكثر، تمام؟ فهذا علاش الاتاكس في الليل، لكن مش معناه انه في النهار ما تصيرش، بغي في سؤال بيقول هي معناها انك تورن معناها ليليا اكثر ولا لا؟ هل السيمبتومز هذه عندها ديورنال فاريشن ولا لا؟ شو معناها ديورنال فاريشن؟ اختلاف بين الصبح والليل. توا سي او بي دي لا داهش والكح تمام تلقاه شني؟ لا يقول لك زي الصبح زي الليل عادي تمام الكح مرات الصبح اكثر بس في نقطه هذا عندها سيجنيفيكانت ديورنال فاريشن سبيشالي ان ايرلي ستيج اوف ديزيز. الحاجه الثانيه في حاجه اسمها سيزونال شني فاريشن هتلقى انه هو ديورنج وينتر ودورينج سبرينج ربيع والشتاء، الشتاء على خاطر كولد اكسبوجر والربيع على خاطر البولز تمام يزيد. باهي الاعراض هذه تزيد تو نشرت كل سيمبتومز بروح نبي ندوي على الكف. الكف بتاع البرونكيال ازمة هذا كان ركزوا كلكم ها دراي كف دراي نوت برودكتيف ما فيش سبيوتر في البرونكيال ازمة هيطلع. البيشنت يحس ان في سبيوتر من داخله مش قادر يطلع ديما المصطلح هذا يقولوا فيه. عندي حاجة من داخل يطلعها مش قادر. فالكاركترستيك الكف هذه تكون في الازمة شنو دراي. البيشنت ممكن يطلع يلو جرين بيلتس يلو جرين بيلتس صغيرات طرف صغيرات هيك هي هذه مش سبيوتر ما نسموهاش برودكتيف هذه عباره عن ايزينوفيليا لون الموضوع في البرونكاي هنا والتراينس ديستركشن اللي صار في الميكوزا بعد فتره يبدا يطلع في يلو جرين شني طرف صغيرات هيك يلو جرين هذه ايزينوفيليا سبيوتر معناتها شنو تكون دراي انت البرونكي لازم تكون برودكتيف كف ممكن لما يصير انفكشن ممتاز فالانفكشن ممكن يطلعها سبيوتر لكن هي از نيتشر اوف ديزيز نوت برودكتيف دراي كف هذه عاد نص الموضوع مهم جدا الناس اللي دخلوا 40 عام 30 عام تلقاهم عندهم حاجه اسمها كرونيك برونكايتس اولويز برودكتيف المدخنين يكون اولويز شني برودكتيف لان راه سي او بي دي كرونيك برونكايتس عندهم ديزني وكفه وي زي ما كيف بتفرق انت؟ الكحه ما بي ولا فاضيه تمام الاعراض الصبح اكثر ولا في الليل اكثر؟ الاعراض تزيد في الشتاء والربيع اكثر ولا لا؟ انت تدخل لك فتره ولا لا؟ فهمتوا الدكاتره؟ تو هنا بنجي نقولكم بالله عليكم من هم الفيكسد سي او بي دي؟ من هو الريفرسبل؟ جيت فصل الامتحان في اللونج كيس
كيف بتاكد المنتحن ان هذه برونكل ازما هي سيوريدي؟ كيف بتاكد لك؟ اول حاجه انت بتجيب البيشنت بعد بيرسونال داتا وتعرف نفسك بكره ماذا بتسالها على الاعراض، شو عندك اعراض؟ اما مش جاي تشكي المستشفى ولا جاي من كحه؟ كحه هي بس ولا حاجات ثانيه، انا من اول ديما الابروتش بتاعي في الهيستوري ما ينفعش ان انا نجي نقول له عندك كحه ونسكر روحي هيك ونشد الكحه ونمشيها بس زي ما هذا منكم يديروا. يشد عندي كحه انا خلاص نشد الكحه بس قديش لها؟ كيف زدت معك؟ في الصبح ولا في الليل؟ كيف تزيد؟ كيف تنقص؟ شو ينحي فيها؟ لما تصل على الكف شيل معاها؟ شبحتوا شيل معاها يا اسوشيشن؟ قولها من اول مش تعرف تخش في امازونجا في الميديسن. لان لو دزنيا ومعاها كف وويز بتنحي الانيميا من الخريطه، لان حتى الانيميا جي فيري كومن كومبلينينج اوف شني؟ دزنيا. لكن لو دزنيا ومعاها دزنس وهيدك وفاتيكابيلتي نفكر في انيميا. وصلت الفكره؟ فديما انت مش تعرف انت ريجاردينج بشنو هتسال وتركز، لان 12 دقيقه في هيستوري والله العظيم لو بيعطيك ساعه ونص زي زمان ورقه وبيرو وبتقعد وبتكتب خذ براحتك، بس الكفه براحتك اقعد وعطل واسال على كل سيستم. لكن انا الموضوع هنا ضيق 12 دقيقه، يا تكمل يا لا، يا تثبت يا لا. شوف رقم واحد لازم تثبت لنا ان الاتاكس اللي تصير مع بعض الطياده هو ويمشي ويجي تمام. فصل الامتحان لو قال لك البيش تشكي من كحه بس نوت اكسكلود اسف، لانه مرات يكون كف بس. الاتاكس فيها ديورنج فاريشن بتديها للمنتحن. ان الاتاكس تزيد بالتريجر فاكتور السبعه اللي قلت تتنحى كومبليتلي شنو بصلبي تمارس. لو قال لك ان كومبليتلي تصل لازمها كانت تتنحى كومبليتلي ولا لا؟ تمام. قول له يدخن بنك لازم يقول لك ما تدخنش في العاده لان الدخان هيبقى تمام. لكن ممكن في بعض الحالات يدخنه مش اكسكلود. الحاجه الثانيه بتسال عن العرض نفسه بحد ذاتها، الكف برودكتيف ولا درايف؟ ولا مش تفرق بيناتهم. فنبدي منكم حاجه واحده ان الاعراض تعرفوا مور ديتيلز عليها بين الامراض ببعضها مش تفرقوا تمام. تعرفوا اكثر حاجات في التفرقه شنو هي ريفيرسيبل ولا لا، فيها ديورنال فاريشن فيها سيزونال فاريشن تمام. واهم من هذا كله اهم من هذا كله اتوبيك درماتيتس اتوبيك كونجكتيفيتس هيستوري اوف فاميلي هيستوري اوف ازما فبست فاميلي هيستوري اوف اتوبي. لو اثبتنا الحاجات هذه خلاص شكرا تمام. دكتور ما شفت منك شيء هيك انت بالهيستوري بوينتس اكدت. تعرف اهم حاجه مثلا بقى دكتور احمد بلوس او دكتور علي التواتي اهم حاجه ان تثبت الاعراض اللي اقولها لك البيشنت ريكرنت تمشي وتجي خلاص. دكاتره تعالوا عاد اعطيكم صدمه. جتني حاله تو قالت لي يعني امس في الليل جتني كحه قويه وصدري قعدت يزوي ودهشه لكن رقدت. واو جاتك في العياده اليوم الصبح ما في دهشه تو؟ لا لا. في كحه تو؟ لا لا. في تزواي تو؟ لا. دي الاكزامينيشن كومبليتلي نورمال تكشف عليها ما تلقى فيها ولا حاجه اصح منك ومني. معناها السيمبتومز والساينز كلها في البرونكل ازما تكون موجوده ديورينج اتاكس بس بتوين ذا اتاك. السيمبتومز فري الساينز فري نيجاتيف ما فيها شيء والانفستيجيشن نورمال. يعني حتى الانفستيجيشن اللي هنديروه شنو هيطلعوا؟ نورمال ديور بتوين ذا اتاك. معناها الازمه كان المرض يجي في ساعات معينه وبيختفي تمام. فالموضوع كومبليتلي ريفيرسبل اوكي. فهذا لازم تتاكدوها توا في الساينز نحط الساينز هنا قدامك وانت شوف معك في الساينز. دكاتره احنا في الاكزامينيشن بتاع التشست نديرو في اربع حاجات انسبكشن بانديشن بالكشن شو تاني اوسكولتيشن. شوفوا مش ما تتعبوش من بكم على حاجه. انسبكشن في البرونكيال ازما ايفن يكون بدات في الايفن ستيج ايفن ديورنج اتاك انسبكشن مش هتلقى الا ان البيشنت ستريسد وعنده ريسيشنز وممكن نورمال. وهذه ديما دكاتره الميديسن مش بدياتك تو بدياتك لا هتلقى في اكتنج انزايتي فليرنج سوبر ستيرنال انتركوستال ريسيشن في الليت ستيس هاريسون سلكس في الميديسن الكلام هذا عاده ما نلقوش فيه. فعاده الانسبكشن نوت يوسفول فور دايجنوس اوف ازما لان عاده نيجاتيف حتى ديورنج اتاك ايه مش هتلقى الا ان الريسبيراتوري ريت خيرها عالي وشويه ريسيشنز تمام. دكاتره ندوي على الاتاك العاديه مش السيفير اتاك تمام. اتاك بسيطه جايه كرونيك اتاك جايه. فالانسبكشن اللي نقوله هنا ممكن شو تلقى لو بيكون في فاين ريسيشنز على ديستريس على ريسبيراتوري ريت زايد وخلاص هذا بتشبه. في البالبيشن شو نديره في التشست اكزامينيشن في البالبيشن؟ اربع حاجات في البالبيشن في التشست نديره في اربع حاجات. نديره في تشست اكسبانشن نضغط على صدر البيت ويقول لك نفس نشبح ايديا قداش مشو. لو ايديا مشو هذا معناها اكسبانشن جود. لو ايديا مشو شويه معناها الاكسبانشن بول. انا بقول لك بس حاجه لو درت هيك وانت خذ الفس فصوابع يبتعد ولا هذا اسمه تشيست شني اكسبانشن باي بالبيشن تحسب فيه رفلي بايدي تمام. فهنديروا تشيست اكسبانشن
during attack they get decreased minus slightly. في حاجة اسمها tactile vocal frimitus. تمام. نشرح لكم التفصيل في يوم بيشي نجيب هنا بيش تشبه. tactile vocal frimitus اللي كانت عبارة عن شنو؟ هذا الفوكل كلمة فوكل معناها شنو؟ صوت. frimitus اهتزازات vibration. tactile معناها تحسها بيدك. تمام احساس. معناها الاصوات هتدير اهتزازات تحس باليد. فنقول للبيشنت كلمة فيها تنوين ايا كانت شبهية. تنوين فيها تنوين. تمام. فنقول اقول 44. تمام. 44. اسماعيل اسماعيل. اي حاجة فيها تنوين. فمش ده 99 الاجانب يقولوا مثلا. ما دام فيها تنوين لسان يوصل في السقف بتاع الحلق معناها البيشنت هذا بيبدا يدير اهتزازات في التريكيا والايروي. هتنتقل الاهتزازات هذه وين؟ الجست. خلاص لما يكون مش حافظين حفظ افهموها البيزك اصلا علاش درناها. تمام. ففي دكتور متى يقعد في ممتحن يسال ما ينفعش تقول لي حاجه ثانيه غير 44. تمام. فهمتوا كيف؟ قول له انت ما مرات هو عربي ما يعرفش انجليزي مرات ما يجيش يتكلم حتى انجليزي. المهم هو هتقول له قول 44 وتبدا تحط يدك على ظهر البيشنت او صدره تلقى فيه فايبريشن. كل امراض الريسبيراتو ينقص الفايبريشن. النورمال اهتزاز طبيعي زي ما انت تحط ايدك على ظهر صاحبك وهو يتكلم. لكن لو نقص الفايبريشن هذا الدكاتره تمام عندي كده ما في باثولوجي. في مرض معين بس يزيد فيها التكتايل فوكال فيمتس في الصدر. حاجه اسمها كونسوليديشن. تمام مش ليمونيا بس لكن في عندها حاجه تكون كونسوليديشن. اكثر واحده صح ليمونيا. تمام. فالتكتايل فوكال فيمتس قوه تبتك ديما شنو هي؟ ناقص. في امتحان ملخص ليكم لو جابوا لكم تكتايل فوكال فيمتس سنه خامسه عادي يديرها ليمونيا معاك. تمام. لكن هي اصلا من الاصح تقول كونسوليديشن باهي. فهنا تكتر فوق فيمس تلقاها شنين؟ ديورنج اتاك كل هذا انا بتوين اتاك يكون نورمال. هنجي نقول لك شنو نشوف الرابعه تراكيا نشوف الابيكس فيت بتاع الهارت. ركز على التراكيا نورمال تكون سنترال ولا لا؟ نورمال سنترال ديفيت تو ذا رايت هذه ورا ستيرن. تمام. فهذه واحده تكون عاديه ابيكس فيت اوف ذا هارت. تمام. تكون بالبول نورمال في البليس بتاعها ولكن في الليل ديورنج اتاك والسيفير اتاك ممكن تكون نوت بالبل لان تبدا اللنج اوبستراكتف وفيلد باي اير معبي اير لكن مش زي الفيزين. شو قال هذا الدكاتره الكونسلت في وسط المستشفى؟ قالوا الانسبكشن والبالبيشن حتى البركشن يوجوالي مش امبورتنت ديورنج اكزامينشن اتس نوت امبورتنت ديورنج اكزامينشن. في وين؟ في حاله برونكيال ازمه سبيشالي في الايرلي ستيج بتاع الديزيز في السنه والسنتين الاولاد لان يوجوالي يطلع شنو؟ نورمال. أمال أهم حاجة شنو هي؟ أوسكولتيشن. نسألكم هذه. What's the first change in self أوسكولتيشن؟ مبدئيا هيك أوسكولتيشن في الشست نسمع في ثلاث حاجات. حاجة اسمها إير إنتري صوت الهواء هو خارج. الحاجة الثانية نحدد نوع البريدي تايب أوف بريدي. الحاجة الثالثة كان في أدد صار. مش ما نكترش بس عليك. الإير إنتري كل أمراض الباطنة تنقص الإير إنتري. ما فيش مرض يزود إير إنتري. خلاص معناها ما فيش امكان تقولي انكريز ديما ديكريز او ابسنت. تمام. هذه النقطه. فيكون جماعه برونك الازمه الان انت خيرها ناقص ديورنج اتاك لما في برونكوس بازم. التايب اوف بريتنج في الريسبيراتوري كلها في ثلاث انواع. واحد نورمال وزوز ابدومين. النورمال اسمه فيزيكولار بريتنج. شنو هو الفيزيكولار بريتنج؟ عباره عن انك انت تسمع انسبيريشن وشورت اكسبيريشن لصقات في بعض. تمام. هذا اسمه فيزيكولار بريتنج العادي. ولكن الناس اللي يبدا عندهم برونكيال ازمه عندهم ديفيكولتي في شنو يا دكتور؟ اكسبيريشن. فتلقى ان هو فيزيكولار بريدنج ها وبرولونجد اكسبيراتوري فيز يبدا بريد يولي زي الاكسبيريشن. تمام. تسمع الاكسبيريشن اطول. تمام. انت تستغرق في الاكسبيريشن صوت طبيعي 3 سكند 4 سكند مش طلع الهواء هم يفوتوا حتى 6 سكند. تمام. يبدا شنو الاكسبيريشن ياخذ وقت اطول تسمع في الهواء وهو طالع بس. ذا فيرست تشينج في البرونكيال ازمه هي هذه فيزيكولار بريتنج وذ برولونجد اكسبيريشن مش برونكاي. ذا فيرست تشينج في البرونكيال ازما از ا فايندينج في الاكزامينشن هي فيزيكولار بريتنج وذ برولونجد اكسبيريشن. هذه اول تشينج ممكن يصير. لكن هذا نوع البريتنج الثاني قلت عليه. في نوع ثالث هناخذوه في النيمونيا اسمه برونكيال بريدنج. باهي اسمه برونكيال بريدنج مش اليوم هذا قصته. لكن برونكيال بريدنج كيف تسمع؟ تسمع انسبيريشن واكسبيريشن وما بينهم انفاصي ومتساويات. انسبيريشن ايكوال اكسبيريشن زي بعض وما بيناتهم قاعد كانه واحد يتنفس الطفل. لو اي واحد فيكم بيسمع برونكيال بريدي انا عندي السماعه خليك تسمع تو برونكيال بريدي لانه هو يصير وين؟ في النيمون لكن يصير حتى على التراك. اسمع اي صاحب ليك كله حط سماعتك انت على التراك كله تنفس هتسمع برونكيال بريدي. لو حطيتها لوطه على الالفيولاي تسمع فيزيكولا.
لو هي برونكل ازمه تسمع فيزيكال برونكل اكسبير. اسمع هذا فيزيكال اوريجينال برونكل اكسبير. هذا اعطيني الدي دي بتاعها ها اربع امراض اوبستراكتيف اير واي ديزيز. عرفتوا الاوبستراكشن هذوكا برونكل ازمه سي او بي دي برونكل ديزيز برونكايتس او بلاكرز. هتلقى عندهم شنو برونكل شنو اكسبيريشن. انتوا في البيتيات شنو خديتوا النورمال هو فيزيكال برونكل اكسبيريشن. اذا كانت البيدياتريك ايش جروب الالاستيك فايبر بتاعهم اقل من الادلت ولما نولوا الشيبين الالاستيك فايبر تنقص. فالالاستيك فايبر كان كلو في الادلت اونس في المدرسه نولوا كويسه الالاستيك فايبر هي تجيب في الاكس باي ريشن. لهذا السبب التشندرن تلقى عندهم الاكسبيراتوري فيز لو سمعت بيبي اطول من احنا كان عنده ازمه وما عندهاش تمام. لكن لما تصير الازمه يبدا عندهم رونكاي اول تشينجز ما بيصير عنده. لكن في المدرسه من اول التغيرات اللي حتصير اللي هي هذه فيزيكال روت برولونجد اكسبيريشن تختلف على طفل على واحد اضل تمام. لكن احنا بما اننا نجم في مدرسه فهيقول لك فيزيكال بريثنج والبرولونجد اكسبيريشن هو اول تغيير يصير تمام دكاتره. طب ممكن تسمع شنو يعني ادد ساوند عندنا صوص ادد ساوند نتكلم عليها شنو هم؟ رونكاي ريبيتيشن. في الازمه there is no crepitation unless there is infection. في الازمه there is no crepitation unless there is infection. الا لما يكون في infection ممكن يطلع crepitation. ولكن الرونكاي هي المين فايند اللي هو التصفير. تسمع تزوار شوفوا الازمه الموضوع systemic ولا localizing؟ systemic. معناها الرونكاي نسمعها bilateral ولا unilateral؟ كل الفايندنج في examination كانت موجوده هتسمعها bilateral scattered. شو معنى scattered؟ توسع توسع كيف؟ فوق ونقطه يمين ويسار على كل الشست تمام. تسمع تصوير تزوير 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 تمام دكاترة. شوف عاد بيسألك دكتور شنو هو الموست كومن والموست والفيرست والموست كومن والموست امبورتنت كلينيكال ساين في الازمة في البرونك الازمة كلينيكال ساين مش سيمبتومز شنو هو؟ فيزيكال بريثنج برونكيد اكسبيريشن. هذا الفيرست والموست امبورتنت ومعاه شنو بعدين؟ الرونكا. فالرونكا تطلع بعدها تمام. لكن دائما تلقى شنو هي اول حاجة اول تغيير هو تمام دكاترة. شوف عاد لو ما لقيتش رونكاي مش معناها مش ازمه مش اكسكلود تمام دكاتره. ففي ناس تقول لك برونكل ازمه لازم تلقى رونكاي مش شرط تمام. مرات ولا تلقى ولا حاجه من هذا لو البيش جاك بتوين بعد تاج زي البنت اللي قلت لكم جايه في الليل تو كانت عندها اعراض وجت الصبح تو ما عندها شك تمام. فهذا لو بطلع بحاجه تطلعها ديوري التاج خلاص دكاتره. شوفوا بعد انا كلينيكال ساين تو كلمت بحاجه على الهيستوري كيف تقعد تسالي شوي هيك تمام كيف تظبط الازمه للسي او بي دي تمام. واحده فيكسد واحده ريفرسبل فاهم والساين ايام ما ركزتش فيها انا. بس انا بقول لك على حاجه في ساين دي بجيب لك في الاسئله لانجا يا بيصير برونكو سبازم نقطة ولا لا؟ اللم مش تتعبى بالاير اكثر هاي ريفلكت ولا ديورينج الاتاك تنفخ اكثر في لا يحصل فيها الاير. شو رايكم في الهارت؟ ينضغط ولا لا؟ ينضغط لان الهارت موجود ما بينات الصوص هما ضغطه على القلب تمام. تطلع ساين قلتها في الكارديو فاسكولار سيستم ساين تطلع في البلد بريشر اسمها بلسس بارادوكسس. ما بيش نخش في تفاصيل فيها هلبه ولكن بيقول فيها حاجه ان هذه الدكاتره اللي مش عارفها عباره عن ان السيستول بتاع بلد بريشر سيستوليك عرفتها لفوق بس يصير سيفير كروب اكثر من 10 ملم مركري ديورينج شني انسبيريشن. هو نورمالي اصلا دكتور ديورينج انسبيريشن السيستول ينقص لكن ينقص اكثر من 10 تمام. لو نقص اكثر من 10 يسموها بلسس بارادوكسس تمام. شوفوا البلسس بارادوكسس الدي دي بتاعها الهارت احنا لما في الكارديو فاسكولار سيستم قلنا احنا كونستركتيف بيريكاردايتس وكاردياك تمبولين هذا صوص. واليوم في الريسبيرتوري يقول لك صوص ثانيه اتاك اوف اكيوت سيفير ازمه بالتاك تمام ممكن تصير معاها وتنشن نيوموتوركس هم الدرس قدام هنتكلم عليه. فالتنشن نيوموتوركس اري هيضغط حتى هو ولكن بانسس بارادوكسس تعتبر بور بريدكتد ساين
Predictor sign for severity. لان هلدا حالات خش في اكيوت سيفير اتاك فازما وما عندهمش البالسس بارادوكسس. والله هي هذه الدهن تحفظها لي التابلتها لي جايه في الاسئله 100 مره. تمام. البالسس بارادوكسس تصير في الاكيوت سيفير اتاك لكن مش كل الحالات. فما تستناهاش ان هي لازم تكون موجوده باش تقول لها اكيوت سيفير اتاك. اصلا هي من خلالها مش تتوقع لها اكيوت سيفير اتاك ولا لا. في هلدا حالات نيجاتيف ما عندهمش. تمام. فهي تعتبر بور بريدكتور ساين ولا جود؟ بور بريدكتور ساين. تمام. ومش تتوقع ان الحاله هتصير ولا لا. فلوح عليك مش كويسه يا فريسبيرتي اوكي في الاكيوت سيفير اتاك. طيب توا نبي نعرف هاو وي كان دايجنوس ازما كيف نشخص الازما بعد ما كان هي بور ولا بور 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 يعني سيئه. تمام. بور بريدكتور سايد يعني ما نعتمدش عليها باش نعرف ان الحاله خش في الاكيوت سيفير اتاك. تمام. مش بور بروجنوسس سايد لا فهمتوها غلط انتم فهمتوها شكلك مش بور بروجنوزس هذه موجوده هي لو موجوده ديكيت ان في حاجه سيفير هذا مؤكد الناجز تمام لان الاربع اصلا حاجات خطيره ولكن وجودها ندبي على البرونكل ازما مش دليل 100% او عدم وجودها مش دليل 100% ان ما عندهاش اكيوت سيفير اتاك ما تقدرش من خلالها تتوقع ان الحاله اكيوت سيفير ولا لا يعني جتنا حاله اكيوت سيفير ديزنيا رابيد اونسن ويز وكفر وهي نون كيس اوف برونكال ازما. جاي قال لي دكتور تعال نشوفوا الصاين هيا باش نعرف ان هي اكيوت سيفير ازما ولا لا. قلت له لوح عليك لان هلقى حالات ما عندهمش الصاين هيا وهي اكيوت سيفير اتاك اوف ازما. تمام دكاتره فهمتوا خلاص معناها هذه بور بريدكتور از ا ساين اوف سيفيلتي از ا ساين اوف سيفيلتي. تمام بور ما تتوقعش بها سيفيلتي. كي كان بيكتشر تكلمنا عليها انفستيجيشن نبي نعرف كيف تقدر تشخص الازما. هذا جاء سؤالك يسالوني في الكلينك هيستوري لا 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 هيستوري 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 فلو جابوا لكم all of the following investigation useful for diagnosis of asthma شو تقول له؟ accept منه chest x-ray. chest x-ray is not useful ما حد يستخدم فيه diagnosis. تمام. but chest x-ray اصلا يكون ديما normal between the attack or even in the early stage of disease ما يبين شيء. تمام. معناها negative chest x-ray does not exclude asthma. ما يتعلى هذا ندي لكم لعبه اسهل. الانفستيجيشن دكاتره بتاع البرونكال ازما في الميديسن كلها two times. انفستيجيشن باش تشخصوا في دايجنوس هذه مهمه او انفستيجيشن تو اكسكلود اذر اكسكلود اذر شيني ديفرنشال دايجنوس. تمام دكاتره ففي تحاليل او انفستيجيشن نديرها باش نشخص نلخص هيك الانفستيجيشن هو اهم ذا موست امبورتنت وان تو دايجنوس بالمونري فانكشن تيست. خلاص هيك بينما الحاجات اللي نديرها تو اكسكلود اذر ديفرنشال دايجنوس نير تشيست اكس راي arterial blood gas تشوف السيفيريتي والكومبليكيشن مرات. تمام. دايركت ريسبيرتوري فيلير ولا لا حقا لازم ندير ريسبيرتوري فيلير تايب 1 ولا تايب 2 ولا الزوز الزوز لكن ممكن تدير تايب 2 اند نير تو فيلير ازما. تمام اللي هي قلت لك برا باها للاي سي يو قبل ميكانيكال ديبليشن فدير تايب 1 لكن ممكن في الاكيوت فيري سيفير اللي هي نير تو فيلير دير تايب 2 هل تشبه ان هي مدار ريسبيرتوري فيلر تايب 1 ولا خش حتى في تايب 2 اللي عندهم السي او 2 مرتفع يا دكتور؟ لا انا بندير سي بي سي فعلاش تبي تشوف السي بي سي؟ انيميا سيموفيليا ممكن ليكوسايتوزس شو معناها دكاتره دبليو بي سي مرتفعه بس هيك كامل هذا ليكوسايتوزس لكن في حاجه اسمها ديفرنشال ليكوسيتيك كاونت شو هو الديفرنشال ليكوسيتيك يفصص لك من اللي زايد اكثر واحده فيه هل اليزينوفيل اكثر واحده ولا الليمفوسايت ولا النيتروفيل؟ طبعا انتم عارفين النيتروفيل جسم البكتيريا النيتروفيل في الفاير واليزينوفيل في الانرجي والبارازيتيك. تمام. فاليزينوفيل هي اللي تلقاها عاليه يعني. تمام في دبليو بي سي اليزينوفيليا دور على انتي بودي معين شو اسمه؟ هذا دكاتره مش تعرف حتى النوع ممكن يكون التايتل بتاعها عادي لكن هذا نوت يوصل في الدايجنوزس ليش؟ لان الرج هي ممكن عالي وين؟ في انفكشن ثاني. تمام ما يهمها مو سبيسيفيك على ازمه يعني تعال عاد الدول الرسميه هناك اللي انت كيف تشخص ازمة تشخصها بعد الهيستوري اللي اعطاه لك البيشنت ماشي مع ازمة اكزامينيشن ماشي مع ازمة برونكل ازمة طبعا اجيب لي شنو بالمونري فانكشن تيست قولوا لي هلاقي البيشنت الاف اي في 1 بتاعه ركزوا
اف في سي نحسبها ونشوف الحال. لو البيش انتو حظي كويس وحظه حتى هو كويس جاني ديورينج ذا اتاك ولا بتوين ذا اتاك هنا عاد الكلام هيكون مهم هلبا بالله شوية. لو جاي ديورينج ذا اتاك توا داهش ويزوي صدره في الليل جاني ودرت السبايرومتري وقست اف في فيون هنلقاه كوا تحت 80% اوف بريدكتيف وهنلقى الاف في سي في الازمه سلايتي ولا سيفير تروب من هو الاوبستركتيف هذا والريستركتيف سيفير تروب ريستركتيف اقل من 70 ينقص شوي ولا هلبا هلبا ينقص هلبا منه دكاتره اف في فيون الاف في سي في الاوبستركتيف كلهم ينقص شني سلايت تروب تمام نقص هنا او ايفن مرات نلقى حتى نورم معناها الريشيو شنو بيطلع لي لو نقسمنا عاد تو حاصل تقسيم اف اي في 1 على تقسيم اف في سي نسبتها قديش تطلع على اقل من 11 طلبوا يتسمع اللي هي 70 لحد هنا التحاليل هذه او الانفستيجيشن هو ريزلتها هي ثلاث حاجات طلعتهم اف اي في 1 بروحها اقل من 80% من المتوقع من البريدكتيف اللي عمره سن اف في سي يكون دروب سلايت وهذه مش انا نعتمد عليها اللي ترى شنو ندير باش ناكد وهذا احسن حاجه فيه كله نقسم دي الريشيو نقسم منه على منه اف اي في 1 على اف في سي تمام لو لقيت الاف اي في 1 اقل من 70% في الموضوع شني اوبستراكتيف طلعوا لي ديفرنشال دايجنوز من الريزلت هي اوبستراكتيف اير واي اللي هم بروكن ازما سي او دي بروكن ازما شو معروف لي لان هي ازما معناها حتى هو ما شخصش ازما لا شنو ندير نكست ستيب شوفوا مرارة لا 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 ركزوا هاد معي لو سمحت شوي اعطيه سلبيتامول شو تعطيه؟ سلبيتامول اعطيته سلبيتامول الاف اي في 1 مثلا انا اعطيك انا طلع لي اوبجيكتيف 60% باهي طلع لي قداش 60% دروب اعطيته بعد ما طلع لك الريشيو هذا هيك وعرفت اني اوبستراكتيف شو بدي؟ اعطي سلبيتامول بافس تو بافس بختين وقيس الاف اي في 1 بعدها ثاني ربع ساعة بنص ساعة لأن صلبي تمام يبي 10 دقائق 7 دقائق 4 دقائق ماكسيمم أو السرعة القصوى اللي ممكن يوصلها 4 6 دقائق في الأونست بتاعه تمام يبي لكن 10 دقائق باش يبدا يدير افكت في ناس يخدم معاهم كذا بفس لما تزيد البفس يخدم أونست أسرع المهم الاف اي في 1 هو لو رجال كان نتاش هنا لو رجال فوق ال 60% هي 15 يعني قداش بيقول لي فوق ال 5 70% تمام يعني 60 زودها 15 13 75 لو رجع فوق الاف في بعد السلبيتامول فوق ال 15% نقول ان الحاله هذه ريفرسبل ديزيز وشنو هو ريفرسبل ديزيز؟ فهنا نثبت في الريفرسبيلتي هنا وننحي الامراض تاع الاوبستركتيف كلهم ويقعد منه برونكال ازما لان الوحيد اللي هي ريفرسبل فيهم كلهم برونكال ازما وصلت الفكره وكاني اثبت في الاول المرحله الاولى ان هذا اوبستركتيف ديزيز بعدين دخلت على التست الثاني اللي هو ريفرسبيلتي تست تعرف اذا كانت في الريفرسبيلتي لو زاد زي ما قلنا شخص برونكال ازما كونفيرم خلاص تك درت كونفيرم بالدايجنوزس تمام اثبت لي بافرض ما مرقاش واحد من الامراض نفسها واحد من الامراض الثانيه سي او بي دي فهمت الفكره فنون ريفرسبل يكون هذوك بقى في حاجه ثانيه هل سلبيتامول بس يمشي حاله هيك؟ ايه لكن في حد واحد ثاني دكتور يقول لك سلبيتامول البيشت عنده تاكي كارديا والسلبيتامول يديره في تاكي كارديا فما بيش نعطيه له مثلا فشو نديره؟ عارفين حبك البريدنيزيون ستيرول فاعطوا ستيرول بريدنيزيون تابلت 30 ملي جرام لمده 14 يوم لمده قديش يوم؟ معناتها التست مش في نفس اليوم انا اعرفه فتره طويله نعطينا 30 ملي جرام لمده 14 يوم بقول تعال ندير لك اف فيلم بعد 14 يوم واحنا سجلنا القراءه فوق الدرجات اللي حطيناها لك 60 اليوم على لي بعد اسبوعين لكن كل يوم تاخذ لي تاب تشني حبه 30 ملي جرام بالنيزيرون لو تحسن ولا فوق اف اي في 1 بعد 14 يوم فوق ال 75 يعني امبروفد 15% زي الاول تمام حتى هاي تعتبر شني هو فاهم بالموز معناها زي ما انت تحب تبي تعطي سلبيتامول باهي مش تثبت ريفرسبيلتي تبي تعطي ستيرويد باهي لازم يمبروف من قداش يا ستة؟ فوق 15 خلاص هذا لو حظنا مليح هنشخصوه لو جاء ديورينج شني؟ اتاك ما لو جاء بتوين ذا اتاك الاف اي فون يطلع نورمال الاف اي سي يطلع نورمال الريشيو يطلع نورمال كله نورمال ما فيش حاجه تطلع فيها فاين نورمال 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 شو بدي نقول عرضوا لي تريجر ممتاز اللي كانت تصير واحد الكلمه منيحه ستريس 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 فكروا الانجينا ستيبل ستيبل انجينا اس جي نورمال شو بدي نقول اكسرسايز اس جي
حتى يعني نديروا له بالمونري لكن بعد ما يجري 6 دقائق بالمونري فانكشن تيست بعد ما يجري كذا دقيقة فشل نديروا له بروفاجيشن تيست. بروفاجيشن يعني حاجة تزود التاني. بروفاجيشن تيست ذكروني بالكارديو فاسكولا كان اكسرسايز تمام وفي منها كيميكال ولكن نديروا خلاص كيميكال حتى هنا بروفاجيشن باي اكسرسايز نديرها كذا دقيقة 6 دقائق يجري وبعدين نقيس له المفروض بعد الاكسرسايز ينقص الاف بي في ولا لا. لو نقص صار له دروب داون 15% من الاف بي في النهاية معناها امبروفمنت فوق ال 15% او دروب ليه عاد تحت 15% يعني مثلا الصوره هنا طالع 80 اف بي في خليته يجري 6 دقائق لو لقيته طاح لل 60 بعد 6 دقائق جري قص طاحها في مين؟ 20% 20% اكثر 15% ولا خلاص هذا بروفاجيشن تيست بوزيتيف كونفيرم بروكن ازما وسط الفكره اللي كانت في حاجه ثانيه كيميكال نعطيه ماده احنا وهو حساسين لها ماده اسمها ميتاكولين او هيستامين تمام هذا تشالنج تيست هما ميتاكولين تشالنج تيست او هيستامين تشالنج تيست تمام التشالنج تيست هو عباره عن شيء بتعطيه ماده والماده هذه الدكاتره يستنشقها او ممكن ياخذها بكذا روت تمام وش ندير بعدها نقيس الاف اي فيون في دكتور واحد عنده برونكل ازما في دكتور في البوسته وقف بيشن دال اف اف 1 قال طبيعي قال طب ندير شو ندير له؟ بروفاجيشن ولا؟ قال له وقف على الحيط وشم شنو اللي بيشم؟ سوار وقف على الحيط كيف مزوقينه تمام يبي يدير بروفاجيشن بالدلوانت دكتور علي التواتي دار يعني واحد من الطلبه تمام مرات لكن هو عاده هيقول لي انت شنو تزيد معاه شنو ما تزيدش معاه هيظبط هو حتى يظبط الدكري في حاجات ادفانس مش علينا احنا فهو ده البروفاجيشن مش بالميتاكولين تيست ولا هيستامين تيست ده البروفاجيشن ب زوار واحد دكتور تاني يقول له انت وين تخدم مثلا جيب لي عينه من كان تخدم فيه تمام جيب لي شنو تخدم نجار جيب لي شويه نجار جيب هذه المستشفى وتعال ونقيس له اف اي في 1 هو طلع لي نورمال شنو شويه هيك يجي الاثار يقول له قيس ثاني لقى الديتريشن طاح قداش 15% معناها ايه ممكن تطلع لنا الاثار لكن شو خطورتها الحاجه هذه مرات تعطيه هيستامين او تدي له بروفاجيشن تست معين شنو يصير للبيشنت الدكاترة؟ مش في سيفير حتى وانت ما عندكش ريسوسيتيشن فاسيلتي مهم تمام في عاد نقطة بيقولها لك ان كيميكال اللي هو الهيستامين هو لما نعطوه يقول لك يير موستلي اكثر من 20% تمام دروب معناها الاكسرسايز يير موستلي قداش؟ 15 والكيميكال قداش؟ اكثر من 20% موستلي للاف تي في 1 فهذا يعتبر بروفاجيشن تست تعرفوا شو مسمينه هذا حتى مش هيركزوا لكم فيه تو يقول لك شيء تحفظ وشيء تفوت ها حاجه اسمها بروفاجيشن دوز 20 الدوز من الهيستامين بروفاجيشن دوز اللي تنقص 20% فهمتوا فاسمها بي دي 20 تست هو بيقول لك بي دي شنو 20 اللي هو هيستامين الدوز الكافيه انك انت شنو تدير لك دروب في الاف اي 1 قداش كان كلية توصل 16 ملي جرام تمام لكن هذه مش عليكم انتم شوفوا اكثر حاجه يصير فيها هي لو جاك ديوري شني انت شو تدير له؟ بعدها يا اما يا اما استيرويد يا اما برونكو دايليتوس اللي هو السلبي تمام لو صار له امبروفمنت 15% سبب هذا ولا هذا معناها البيش بيكون فيرم دايجنوز وكفى الله المؤمنين شر القتال لكن لو جاك بتوين اتاك هنا مشكله لان هنا دوز نوت اكسكلود معناها بالمونري فانكشن تيست اف نورمال داز نوت اكسكلود برونكال ازما تمام لانه ممكن يكون نورمال جاني صح ولا لا؟ شنو ندير له؟ ندير له بروفاجيشن تيست هذا انسوهم وصلوا مش ما تلخبطوش روح انا شرحت لكم بروفاجيشن تيست كيف يندار؟ يا برياضه 6 دقائق يجري يا اما بيستنى صح ولا لا؟ شنو قال لك؟ احنا معاش نبوء اصلا هذا مكلف وبيعطل ومرات يخش في سيفيرتي ولا شنو داروا انترميشن تيست ثاني او جهاز صغير شرحته في اول المحاضره في جماعه ما حضروش شيء اسمه فيكن اكسبيراتوري فلو ميتر جهاز هذا عباره عن طرف بلاستيكي زي الطوب وصغير وفي ماوت بيس البيش ينفخ فيه بيطلع لك قديش ينفخ ميتر تمام هذا يطلع لك شنو الماكسيمم فوليوسيتي اوف ذا اير دورينج اكسبيريشن تمام بيكن يعني الطوب اكسبيراتوري فلو ريت تمام معدل سرعه الاكسبيريشن قداش تمام هذا البيكن اكسبيراتوري فلو ريت يا دكاتره ميتر هو يقيس لك الريت قداش هو المفروض البيشنت بتاع بروكي لازمه في الصبح مثل في الليل فعنده شني فاريابيلتي يورينال فاريشن يقول لك لو انت تقول البيشنت اه خذ الجهاز هذا وروح تفضل للحوش تمام خذ الجهاز هذا وشو ندير؟ روح للحوش هذا لما بيروح للحوش دكاتره بيه جهاز في ليبيا عاده ما يروحوش فيه مستشفى ثاني
ما يردوش. تمام، بياخذوا مع شمال الدكتور. تمو من المستشفى. تمام، فالعزيز هذه بورتبل باهي، المفروض يمشي لي باش ولا قيس لي ثلاثة قراءات الأسبوع هذا، وثلاثة قراءات الأسبوع اللي بعده. تمام، ثلاثة أيامات في الأسبوع يعني. سبت واثنين أربعة قيس لي الصبح وفي الليل. أول ما تطوز الصبح دير نفخة، شوف قداش الرقة مسجلة. وفي الليل دير نفخة في نفس اليوم مسجلة. ثلاثة أيام في الأسبوع هيك. وعلى الأسبوع اللي بعده كذلك. تمام دكاترة. من الأخير بكل ماذا بيه نقول لقيت اللي بيه مش هيفهمها يا رب. قيس لي مرة الصبح مرة في الليل ثلاثة أيام في الأسبوع. سبت قول لك قيس لي كل يوم. فهمتها؟ صبح وفي الليل. واكتب اليوم سبت واثنين وأربعة جدول وجيب لي الأرقام. تمام، نجي انا شنو ندير؟ نجيب لي ورقه فيها ارقام ولا نجيب اعلى رقم في الورقه كلها قداش طلع اكثر مره اكيد انا نلقاها الصبح واقل رقم نشوفه في الليل. تمام، طبع ونطرح اعلى رقم من اقل رقم. مش نطلع شنو نطلع شنو ترى؟ الفاريابيلتي. تمام، الفاريابيلتي في الممكن الازمه قداش؟ اكثر من 20 فاريابيلتي اختلاف بين الصبح والفاريابيلتي. تعرفوا انتم قداش؟ لو اعطيتكم جهاز وقت طبيعي طبيعيين ناس طبيعية قداش 1% variability 2% 3% maximum 5% ما يفوتش قداش variability 20 سيوم بدي تلقاها slightly variable توصل ل 10% لكن ما تفوتش قداش 20% فالـ variable فوق ال 20% ماشي معملها هذا بلس لو حسبتها لها أصلا في وسط المستشفى نلقاها الديك الإكسبيراتوري فلو ريت بتاعها أقل من 80% شنو يا دكتور ما تلخبطناش في فرق بين كلمة variability والرقم على سير هذا جهاز هو في ارقام مدرجه هجي نقول لك انفخ سيف طلع 500 رقم 500 جاني ولا سيف قداش طولك 183 عمرك 30 تمام مين يمشي يفتح ورقه هو تشارت هيك يشبح لي طوله 183 وعمره مدى 30 قداش المفروض يطلع لتر تمام انا طلعت 500 لقاهم هم يطلعوا في 700 500 هذه قداش تساوي نسبة من 700 اللي المفروض تطلع؟ طلعت انا 500 المفروض قداش تطلع؟ اوف بريدكتيف ولا؟ المتوقع ريجاردينج لعمرك وطولك المفروض تطلع 700 انت طلعت 500 500 هذه قداش تساوي كنسبة تمام فالازمة تكون اقل من قداش دكاترة؟ من 80% معناه الجهاز هذا اللي ينفخ اللي هو الصغير هو في حاجة اسمها بيك اكسبيرتلي فلو ريت اوف بريدكتيف فاليو اللي هو نسبة وفي حاجة اسمها فاريابيلتي قيس الجروب هذا الجهاز يستخدم في الدياجنوزس ويستخدم من المونيتورينج اوف تريتمنت خلاص دكاتره لو سمحت يا دكاتره انت تقدر تشخص ازمه في ابسط اي واحد اي واحد تقدر تشخص له ازمه تمام بالذات لو عندك الجهاز الصغير هذا او الجهاز الكبير تقدر تشخص فيه بالذات البيشنت مع الهيستوري مع الاكزامينيشن لو درته والاكزامينيشن مش هذيك البيج ديل تبي تحط سماعتك وتسمع واحيانا يكون نورمال انا احط شويه جمل وانتم تقولوا لي صح ولا غلط نورمال اكزامينيشن اكسكلود برونكيال ازما Normal investigation excludes bronchial asthma. Chest X-ray is useful for diagnosis. But pulsus pneumothorax is good predictor for severity. غلط. Patient with intrinsic asthma have high IgE level. غلط. Patient with extrinsic asthma have high IgE level. صح. طب انا اللي بنسالكم سؤال. الكونفيرم تاع الازمة فهمتوه كيف ولا؟ كله يعتمد على البلمونري فانكشن تيست. السي بي سي والحاجات هذه نوت يوز فور دايجنوزس. تمام. تو اكسكلود. يعني مثلا دكتور سالنا مره قال اكس الاكسراي في البرونك الازمة مش نستخدمها الاكسراي في البرونك الازمة استخدامنا لا تمام لا قال لك توكسيكلود ولا قال لك مرات واحد يبدا ياخذ في ادويه الازمة ما فيش ريسبوند فنديروا اكسراي باش نشبحوا ان الحاله خشت النيموتوركس او خشت عندها ماس او عندها ديزيز ثاني تمام مش نقول لكم فرق الازمة معناها البرونك الازمة اف نوت ريسبوند التريتمنت يو هاف تو دو تشيست اكسراي اف نوت ريسبوند التريتمنت شك ان التشخيص غلط ما تديرش السكسري مش تزبط عشان عندنا ممكن حاجه ثانيه يعني تعرف تمام دكاتره يعني اعطيك سيناريو جبنا حاله برونكيال ازمه اعطيتها علاج زي ما الكتاب قال ما تحسنتش شنو نشوف؟ انفكشن فنجل انفكشن ليمون بكتيريا انفكشن ممكن تكون ممكن تي بي اصلا فشو لازم ندير؟ تشيست اكسري وصلت الفكره دكاتره توا في نقطه شرحت هذا كله دكاتره هذا فور دايجنوزس ولا؟ انا لحد الان لحد الان شخصت الازمه لكن ما عرفتش امل هو اكسترنسك ولا شنو؟ تصد النوع توا انت شخصت ازمه عرفت ان هي اوبستراكتيف وريفرسبيلتي تبتها وكان ما فيش هنا بروفاجيشن او اللي هو شرحناه لكن انت لازم تعرف اكسترنسك ولا انترنسك صح؟ جاء واحد قال لي شوف الاي جي اي ليفل شفت تلقاه عالي شو معناها؟ اكسترنسك يزيدوا فيه اللي تكون عاليه في الزوز فافرض هذاك الاي جي اي ليفل عالي لان عنده بارازايت معناها كيف تظبط ان هذه اكسترنسك ازمه ولا انترنسك ازمه؟ كيف تظبط؟
تظبطها هذه من جيب من هيستوري. الانترنسك ازمه يا دكاتره والاكسترنسك قلتوا من هيستوري ولا والله ما شاء الله بقى الهيستوري شو بتسال شو بتعرف من المصير ولا اول ابداع انتجاتك قديش كان عمره صغير اكسترنسك كبير شنو انترنسك مش كفار 100% فمن جيب بقول لك في تست اسمها سكن بريكتس قال عاود لك سكن شنو بريكتس اهو يا دكاتره عباره عن تست ينقال في الجلد على الجلد شنو يجيبوا شي الشك هلا فيهم هلا انتي جينز تمام ويبدا يحطوا فيهم قطره كل واحده قطره على الجلد الفور ار دي راح تمام وشو ليش فيكم تدروا الاقساط في جلده في كان فيهم كتب فالبدله اللي تخش فصل الدم من داخل تمام فلو هو اوريدي عنده حساسيه من مواد واحده من المواد هذه بعد ربع ساعه تلقاه ولت حمراء ودارت ويم شنو هو الويم ريز الريتمت سيجنك تمام تاع حساسيه تعالج بتبدا عارف انت في كل مكان شو حطيت تمام انا حطيت انتيجين تاع براني وين تعجبنا انا بتاع دلون تحط كذا انتيجين تغطي له كل شيء لو سكن بريك تست طلع نيجاتيف معناها هذا ما هوش اتوبيك تمام لو طلع بوزيتيف معناها مش اتوبيك يعني انترنس لو طلع بوزيتيف معناها شنو اكسترنس بص الفكره دكاتره بس هذا هو التست البراكتيكال يوز سكن بريك تست في واحد ثاني تست اكتب عندك اسمه الراست شو اسمه راست هو دكاتره راديو الرجيك سبب التست تمام راديو الرجيك سبب التست راديو الرجيك او الرجين سبب السيل هو سبب السيل تست باهي هذا دكاتره اي الدم تاخذها من البيشنت ترفعها للمعمل تقول له دير لنا الراس الراس هذا يعرف لك المعمل هذا حساس لأنا انتيجين بالضبط تمام يضبط لك هو الرجيك لأنا ماده خلاص هذا التست غالي مكلف وصعب وجوده اصلا فما نستخدموش فيه وين نستخدم الدكاتره اللي نستخدمه فيه سكن بريك تست لماذا يا دكتور انا بنعرف في اكسترنسك ازما ولا انترنسك ازما انا خاطر يختلف التريتمنت انترنسك صعب علاجها عاده مرات تدولهم بكورتيزون من الاول تمام لكن اكسترنسك ازما نزدولهم بستيب وايز معينه هنتكلموا عليها المحاضره الجايه في التريتمنت تمام دكاتره فتو احنا اليوم خدنا البرونكيال ازما هاو وي كان شني دايجنوستس خلاص طبعا دكاتره برونكيال ازما از تريتمنت اكوردنج تو ستيجز هنختارها خطوه باذن الله اعتقد انه غيابي في المحاضره تاع امس غصبا عنها